أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا العدد الجديد من الفضاء الإخباري ما بعد المنتصف، وفيه تتابعون: الكيان الصهيوني يمهن في ارتكاب الجرائم ضد الأبرياء في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والمقاومة تسطر ملاحم بطولية ضد العدو الصهيوني، والجزائر تدعو لتفعيل دور المجموعة المصغرة لدول حركة عدم الانحياز بمجلس الأمن الدولي بهدف وقف العدوان الصهيوني. في ملفاتنا الوطنية نسلط الضوء على الإنجازات التي حققتها شركة لفطال في التعجيل بإحداث التحول الرقمي بالشركة، كما نضع تحت الضوء أيضا التطور الحاصل في قطاع الفلاحة بولاية جيجل. هذه الملفات وملفات أخرى بالإضافة إلى مواكبة الإخبارية الآنية للأحداث الجارية الآن ومواعيد إخبارية على رأس كل ساعة. ولكن قبل ذلك مشاهدينا ندعوكم للفضاء الإخباري المحلي الذي تقدمه اليوم وداد زردو. النشاط المحلي من التلفزيون الجزائري، أهلا بكم. والمستهل من ولاية جلمة، حيث تشهد العديد من دوائر الولاية حركية تنموية في العديد من المجالات، وهو ما لقي استحسان المواطنين. العينة من دائرة حمام دباغ عن كثب مع مالك ترحمون. هنا وعلى بعد 50 كيلومتر عن ولاية جلمة، مواطنو قرى دائرة حمام الدباغ يلمسون تغيير في كل مجالات الحياة، والعينة من هذه المدرسة التي أصبحت مزودة بكل الضروريات التي تضمن لهم الدراسة في أريحية. نقرب بالطابلات، نتبع معلم وعلمة سوا، ونعنا نقعد في المطعم ناكلوا مليح. دراسة قريبة لبيوتنا وفي وقت الفراغ نلعب في الملعب الذي في المدرسة. وللسكن أيضا نصيب لهم، فقد تم بناء العديد من السكنات بمختلف الصيغ بعد سنوات من الانتظار. احنا رانا عندنا فوق 10 سنين احنا نسنا في السكن، والحمد لله المرة هذه استفدنا. عندنا مدرسة قريبة، عندنا سيا من هنا، عندنا قدام حجرة قاعدين يوجدوا فيها. داروا حوايج، داروا تريسيتي، داروا طريق، داروا التهيئه العمرانيه كومبلي راني دايرها دوكا كتشوف فيها. والملاعب الجواريه للشباب ومحبي الرياضه كذلك. هذا الصرح الرياضي الذي يعتبر مكسب لسكان بلديه الركنيه. الحمد لله دارنا تيرام، كانوا الاولاد من يقدروا الاولاد دركا يمارسوا النشاط تاعهم الرياضي باريحيه. الحمد لله ليسونسيال نحافظوا على المكسب هذا. عندنا حوالي 20 عملية بغلاف مالي يقدر ب 122 مليار سنتيم، كذلك في إطار البرنامج سنة 2023 برنامج دعم التنمية الاجتماعية سجلنا عديد العمليات اللي عندها علاقة كما قلت سابقا مباشرة مع المواطن. سجلنا حوالي 18 عملية بغلاف مالي يقدر ب 129 مليون سنتيم. جل هذه العمليات قاربت على الانتهاء. إيقاع الحياة هنا بعدما كان بطيئا أصبح يتسارع، وبعثت الحياة فيه مجددا بعد تحقيق العديد من المكاسب لسكان هذه القرى. تسعى السلطات المحلية لولاية سيدي بلعباس إلى تشجيع المستثمرين الخواص على فتح مؤسسات صحية لتوظيف طلبة المتخرجين الجدد في قطاع الصحي وتوفير خدمات صحية راقية للمواطن، يقول سفيان مقني. مستشفى تابع للقطاع الخاص يضم مختلف المصالح بسعة أكثر من 80 سريرا سيفتح أبوابه قريبا في ضاحية سيدي بلعباس، يوظف حاليا 120 عاملا وأكثر من 300 في مختلف التخصصات بعد فتح جميع المصالح. مدابينا يعني تكثر مثل هذه المؤسسات هنا في المجتمع تاعنا في بلادنا، باش الخريجين تاع الجامعات
يعني الناس تلقى الوظيفة تاعها، تلقى الفرص العمل. عندنا كاع العتاد المتطور اللازم لتلبية حاجيات المريض في انتظار افتتاح المصالح الأخرى عن قريب. طاقم الطبي تاعنا يتكون من أطباء متخصصين، ونحرص على تكوين أطباء وشبه طبيين عندنا هنا في المستشفى إن شاء الله. هذا الاستثمار في الميدان الصحي يدخل في إطار سياسة الدولة لحث المستثمرين على فتح مستشفيات خاصة عبر ولايات الوطن توفر أجود الخدمات الصحية. ترقية للخدمات الصحية على المستوى المحلي لولاية سيدي بلعباس ورفع من نوعية الخدمة الصحية التي سيستفيد منها المواطن العباسي، نفتح المجال لتسهيل جميع عملية الاستثمار في القطاع الخاص فيما يتعلق بالخدمات الصحية كما قلت سابقا تجسيدا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية والوزارة الوصية، بحيث أبوابنا مفتوحة، تسهيلات موجودة، بحيث يشهد هذا القطاع كذلك مشاريع جديدة إن شاء الله من شأنها أن ترفع وترقي الخدمات الصحية. التأطير الصحي الجيد وتوفير العتاد الطبي المناسب سيسمح بتكفل أفضل بالمرضى سواء في القطاع الخاص أو العمومي. وبولاية أم البواقي كثيرا ما شكلت تسربات المائية بمحيطات السقي الفلاحي مشكلة متعددة لفلاحي الولاية، ما أدى إلى تراجع المردود وتقليص المساحات الفلاحية. وضعية استدعت إطلاق الحملة الوطنية لمكافحة التسربات المائية التي مكنت من استرجاع كمية معتبرة من المياه الضائعة وتوسيع المساحات المسقية. سعيد بالعز والتفاصيل. هو تدخل لمحاربة التسربات المائية بمحيطات السقي الفلاحية من أصل 605 تدخل على المستوى الوطني في إطار الحملة الوطنية لمحاربة هذه الظاهرة. هذه التدخلات مكنت من استرجاع أكثر من 17 مليون متر مكعب من المياه الموجهة للسقي، ما أدى إلى رفع المساحات المسقية. أهداف العملية هي توسعة المساحات المسقية، القضاء على التسربات في على مستوى القنوات الرئيسية والقنوات الثانوية. للعلم العملية سخرت لها جميع الوسائل لإنجاحها، وهو ما وقفت عليه كاميرا التلفزيون كعينة بوحدة السقي وصرف المياه لقصر الصبيحي بولاية أم البواقي. نحن بصدد تصليح تسرب مائي على مستوى القناة الرئيسية ذات قطر 1500 مليمتر من نوع طبيعة إسمنتية، حيث تعين أنه التسرب على مستوى الربط بين القنوات. فبمحيط السقي الفلاحي لقصر الصبيحي تم إصلاح 31 تسرب مائي على مستوى القناة الرئيسية وست تسربات بالقناة الفرعية. بعد الإصلاح هذا يعني إصلاح يعني في محله راح يكون إنتاج بإذن الله، يكون إنتاج مليح ووفير، خاصة نحن بلدية قصر الصبيحي تمتاز بإنتاج الحبوب والأعلاف والثروة الحيوانية. وقد بلغ الحجم المسترجع من هذه العملية أكثر من 1,300,000 متر مكعب من المياه، أي ما يعادل 400 هكتار من المساحة المسقية. نستبشروا أنه يعني موسم فلاحي راح يكون موسم فلاحي مليح 2023-2024 بالنسبة للفلاحين. هي حملة إذن لتثمين المحافظة على مياه السقي والرفع من المساحات المسقية بمحيط السقي الفلاحي. ختاما، نظمت الحماية المدنية أياما دراسية لفائدة الضباط المكلفين بالإعلام بهدف تحيين المعارف لإطارات الحماية المدنية وتمكينهم من اكتساب المؤهلات الضرورية للتدخل السريع ونشر المعلومة في وقتها. سمية مزور وتفاصيل. طريق الوطني رقم 49 طريق ورقلة غردايا في النقطة الكيلومترية 65 حجرة الكيلومترية 65 عندك حادث مرور. سرعة الاستجابة وجاهزية دائمة لأفراد الحماية المدنية التي تعد الشريك الأساسي في التدخل السريع تضع عناصرها وعتادها في حالة التأهب الدائم لمجابهة الأزمات والتقليل من الأخطار. إذن هنا في ولاية ورقلة عندنا 10 وحدات، يعني الوحدة الرئيسية طبعاً تحلي فيها يعني العتاد الأكبر سواء من حيث الوسائل البشرية أو المادية، وكان عندنا مراكز متقدمة ووحدات ثانوية. إذن كله 10 وحدات جاهزين في أي وقت للتدخل في أي حادث بطبيعة الحال، سواء إنقاذ أشخاص، إسعاف الأشخاص، وحتى الإجلاء. وبطبيعة الحال كي يكون حادث، كي يصير حادث، الإعلام يكون يعني في نفس الوقت.
الوقت يعني. في نفس الوقت طبيعة الحال احنا الضابط هنا ورئيس الوحدة يبلغ الضباط المكلفين بالإعلام باش يحضروا في عين المكان ويوصلوا المعلومة للمواطن. أيام دراسية لفائدة الضباط المكلفين بالإعلام بورقلة حول الاتصال في حالة الأزمات قصد اكتساب المؤهلات اللازمة في تسيير الأزمات بطريقة ناجعة وسريعة وكذا تبليغ المعلومة الصحيحة في حينها. الهدف من هذه الأيام الدراسية ألا وهو تقديم معلومات للمكلفين للضباط المكلفين بالإعلام حول الأخطار الإعلام في حالة الأخطار الكبرى المتوجة على مستوى الوطن الجزائري، لرفع درجة التأهيل في حالة وقوع حوادث أو أزمات وتحديد نوع الحادث ونوعه واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي لإيصال المعلومات الحقيقية لوسائل الإعلام أو المواطن. واستفدنا من عدة أيام دراسية يعني درنا على قبل أيام دراسية على مستوى ولاية غردايا، واليوم هذا اليوم الدراسي الثاني احنا في ولايات جدد يعني حتى نكونوا في تمام الجاهزية ونتشبعوا بكل المعلومات. رجال الحماية المدنية استعداد وتأهب دائم لمجابهة المخاطر وحماية الأفراد والممتلكات. ولتفاصيل أوفى حول الموضوع أجرت سمية مزور حوارا مع الرائد نسيم إسلام برناوي المدير الفرعي للإحصائيات والإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية. تحية طيبة لكم زملائي بالاستوديو المركزي ولمشاهدينا الأكارم. تنظم الحماية المدنية يوما دراسيا لفائدة الضباط المكلفين بالإعلام حول الإعلام في حالة الأزمات، وللحديث حول الموضوع يحضر إلى جانب السيد أو الرائد نسيم إسلام برناوي. مرحبا بكم سيدي الكريم. بداية حدثنا عن فحوى أو أهم المحاور هذه الأيام الدراسية والغاية منه. طبعا اهلا بك. ايام دراسيه لفائده الضباط المكلفين بالاعلام والاتصال لولايات جنوب شرق الوطن وجنوب الوطن تضم 10 ولايات مشاركه. محوى او فحوى هذه الايام الدراسيه والاعلام في حاله الازمات او تقنيات الاعلام في حاله ازمات. تم ادراج مواضيع اخرى لها علاقه بالكوارث والازمات لا سيما الاخطار الكبرى في الجزائر. ما هي الاخطار الكبرى في الجزائر؟ التنظيمات والتشريعات الخاصه بالاخطار الكبرى في الجزائر، بالاضافه إلى مخطط تنظيم النجدة الذي يضم عدة مقاييس كيف يتم تفعيله، ما هي أنواع مخططات النجدة، بالإضافة إلى تقنيات الاتصال والإعلام. هناك جانب نظري وهناك جانب تطبيقي، كيفية التعامل مع المعلومات، كيفية إعطاء المعلومات، كيفية يعني استقطاب المعلومة وتحليلها ونشرها على المستوى الأفقي على المستوى العمودي، لا سيما خاصة كان هناك الجانب الإعلام الوقائي، الجانب الإعلام الاستباقي، وحتى الإعلام العملياتي أثناء حدوث الأزمات و أو الكوارث، بالإضافة إلى فيما يخص التطرق إلى مواقع التواصل الاجتماعي والتقنيات الاتصال الحديثة، كيفية يعني وضع المعلومات وتوثيق المعلومات من الميدان ومتابعة هذه المعطيات إلى غاية انتهاء الحوادث، سواء كانت حوادث عادية أو حوادث استثنائية أو حوادث في إطار الكوارث أو إطار الأزمات. هناك الخبرة والتجربة، هناك ضباط جدد وهناك ضباط ذوي خبرة، نمزج بين الخبرة والتجربة، لكن المهم جدا أن تكون النمط العمل يكون موحد ويكون وفق مسار صحيح، لا سيما المعلومه الموثوقه ومصدر المعلومه الموثوق الذي لديه يعني تأثير مهم جدا بالنسبه لخاصه المهنيين الصحافه، كيفيه التعامل مع الصحافه، بناء علاقه وطيده بين الضباط المكلفين بالاعلام او القطاع الحمايه المدنيه مع الصحافه، اللي صحافه علاقه وطيده جدا خاصه في مصدر المعلومه، متابعه المعلومه وتحليل المعلومه. والهدف الرئيسي وهو تمويل الراي العام وتوجيه الراي العام، خاصه نعول كثيرا على الجانب الوقائي الاستباقي في ترسيخ ثقافه الوقايه عن طريق اعلام وقائي هادف. شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم على كل هذه الإفادة والمعطيات. إليكم الخط زملائي بالاستوديو المركزي. شكرا لك سمية مزور، كنت لك ولضيفك الكريم، كنت معنا من ولاية ورقلة. ومن ولاية ورقلة نأتي إلى ختام نشرتنا، دمتم بخير وإلى اللقاء.
استرحاب ذاكرة الدول وشواهد حية على مختلف الحضارات التي تعاقبت عليها. من أكبر المتاحف من حيث المحتوى، المحتوى المجموعات الفنية التي يضمها، في يعتبر من أكبر المتاحف في إفريقيا والعالم العربي. كما يكتنز المتحف الوطني للفنون الجميلة روائع فنية لا تقدر بثمن تجسد تراث ومسار الفن الجزائري. متاحف الجزائر، المتحف الوطني للفنون الجميلة، الجمعة في السادسة على القناة الثالثة الإخبار. ما بعد المنتصف من تلفزيوني الجزائر، مشاهدينا الكرام، أجدد الترحيب بكم في رحاب هذا الفضاء الإخباري الذي يمتد إلى تمام الخامسة مساء بتوقيت الجزائر والمستهل بالحدث الدولي. يواصل الكيان الصهيوني إذن ارتكاب المزيد من الجرائم ضد الأبرياء من الشعب الفلسطيني بالأراضي الفلسطينية المحتلة، كما تواصل المقاومة الفلسطينية أيضا تسطير ملاحم بطولية ضد العدو
الصهيوني. والقضية الفلسطينية كانت العنوان الأبرز للاجتماعات التحضيرية لقمة دول حركة عدم الانحياز التي تنطلق اليوم. على كل المشاهدين الكرام، ومن أجل مواكبة ومواصلة التغطية للأحداث الجارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أسعد بأن يكون ضيفي في هذه الفقرة الإخبارية كل من الدكتور موسى عاشور، وهو الأستاذ المختص في القانون الدولي. دكتور، أهلا بك إلى هذا الفضاء الإخباري. أهلا بك وبضيفك الكريم والمشاهد الكريم. شكرا جزيلا. كما أسعد أيضا أن يكون ضيفي الدكتور مصطفى بورزامة، وهو أستاذ العلوم السياسية والمحلل السياسي. دكتور، مساء الخير، أهلا بك إلى هذا الفضاء الإخباري. مساء الخير، سعيد جدا بالتواجد معكم دائما في هذا المنبر الذي من خلاله نقوم بتحليل السياسي، وكذلك سعيد جدا بالتواجد مع الأستاذ موسى الذي دائما اليوم هو أول لقاء معه، وكان في الكواليس يعني جد نقاش كان جد مهم جدا. شكرا جزيلا، ومعكما بالتأكيد سنواصل هذه التغطية المتواصلة للأحداث الجارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل العدوان الصهيوني الذي يتمادى في ارتكاب جرائمه ضد الآمنين الفلسطينيين. دكتور موسى عاشور، بالتأكيد هناك نقاشات واسعة، وهناك أيضا زخم سياسي كبير تأسس مواكب للعدوان الصهيوني. كيف ابتداء تابعت جميع هذه المستجدات؟ شكرا أستاذ الفاضل. يعني أولا نترحم على شهداء فلسطين اليوم، يعني نتأسف على ما يقوم به الكيان الصهيوني من يعني ضاربا بعرض الحيط كل ما هو أعراف وشرعية دولية وقوانين. يعني اليوم نبني هذه المجتمعات، نبني هذه الدول، نبني هذا النظام السياسي الدولي بالقانون وبالسلم والأمن الدوليين، يعني وباحترام طرف كل الأطراف يحترمون بعضهم البعض. اليوم ما يقوم به الكيان الصهيوني من غطرسة وبطش يعني لأفعاله الذي يقوم بها ويتمادى في هذه المجازر المتتالية ضاربا بعرض الحيط، أؤكد أيضا هذه القوانين كلها. ولاحظنا مؤخرا حتى تصريحاته بعد محكمة العدل، لاحظنا ماذا تم الحديث به الممثل أو ما يسمى نتنياهو بالنسبة لهذا الجانب، كان أيضا يتحدى وضاربا أيضا حتى لن يحترم ما سيتم يعني القرار به من طرف يعني أو أخذ القرار الأولي أو الاستعجالي بوقف إطلاق النار. يعني نحن اليوم نعي جيدا احترامنا لتاريخ هذه المحكمة العدل الدولية، يعني مصداقيتها يعني عبر التاريخ، عمرها ما سجلت في موقفها يعني أن تمس هذه المجتمعات الدولية أو تكون يعني صارمة في قراراتها. إن دل يدل على خلال هذه الأيام القليلة سيكون هناك أكيد قرار لصالح يعني الدولة الفلسطينية بكيفية وقف إطلاق النار. وهناك اليوم نتحدث على السياسة الدولية بكيفية أيضا منهجية أو منهجة ما يسمى يعني اعتراف بدولة فلسطين وحقها في تقرير مصيرها على حدودها، حدود 67 قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية. هذا اليوم يدل على أيضا الزخم الكثير في كما تفضلتم بالكثير من الجوانب، سواء كانت على مستوى العربي، على مستوى الدولي، على مستوى حتى المنظمات الدولية. ما لوحظ يعني حتى احتراما لما حدث في أيضا في الأمم المتحدة من إهانات أو إهانة كانت مباشرة للممثل الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة من طرف يعني ندالة السفير للكيان الصهيوني داخل هذا المنبر الذي يحترمه وينضوي الجميع. دول العالم تنضوي تحت لحماية حقوقها وكيفية فرض القوة عن طريق القانون وعن طريق الاستراتيجية الدولية. اليوم ما يحدث من الطرف الكيان الصهيوني على السياسة الدوليين وعلى المستوى الدولي، هناك حقيقة عدم احترام العمل يعني السياسي والقانون الدولي واحترام القانون الدولي الإنساني وأيضا حقوق الإنسان والكثير من القوانين التي أصبحت مجمدة أو أصبحت شهيدة من شهداء فلسطين في هذا الكوكب أو في هذا المجتمع الدولي. طيب الآن دكتور مصطفى بورزامة، الجزائر من الدول التي تؤمن بالدور الذي يمكن أن تقوم به المؤسسة الأممية أو منظمة الأمم المتحدة عبر آلياتها المعروفة وخاصة مجلس الأمن، والدليل هو نجاح الجزائر في تمرير مشروع القرار المتعلق بإدانة التهجير القسري. الجزائر الآن أيضا تطالب بضرورة تفعيل المجموعة المصغرة لدول حركة عدم الانحياز داخل مجلس الأمن الدولي بهدف توقيف العدوان الصهيوني. ما الذي نستنتجه من كل ذلك دكتور؟ أكيد أن الاستراتيجية الجزائرية وبعض الدول التي تحضر حذر الجزائر مثل جنوب أفريقيا ودول عدم الانحياز هي تريد وضع حصار مشدد على الكيان الصهيوني داخل مجلس الأمن وداخل الأمم المتحدة. أنه أنت تدركون أنه
الكيان الصهيوني قد تمادى بغطرسته وبتقتيله للشعب الفلسطيني، وهو لا يستطيع حتى أن يدافع عن نفسه، جنوده يهربون من المقاومة الفلسطينية، ولكن هو يتغطرس على الأطفال وعلى النساء وعلى العزل، الشعب الأعزل في قطاع غزة. تكلموا اليوم حتى أنه هناك بعض التقارير أنه بعض الدول سوف تتخذ قرارات مهمة جدا في الأيام القادمة، وهذا أكيد أنه ما فعلته جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية، وكذلك ما تفعله الجزائر كذلك اليوم على مستوى مجلس الأمن الذي هو اليوم في 2024 سيكون عضو غير دائم في مجلس الأمن، وسوف تكون ترافع الجزائر دائما. أنا قلت صباحا في الإذاعة واستهلت العضوية بإنجاز، أكيد قلت صباحا في قال النبي عليه الصلاة والسلام اذهبوا إلى ملك الحبشة فإنه لا يظلم عنده أحد، كذلك الجزائر تأتي إليها الشعوب المظلومة لكي تستطيع لكي تحميها الجزائر بالمرافعة المرافعة عنها في مختلف المحافل الدولية. اليوم يجب هناك استراتيجية يجب أن نتبعها نحن كجزائريين، الدبلوماسية الجزائرية على مستوى الأمم المتحدة وعلى مستوى مجلس الأمن، يجب محاصرة الكيان الصهيوني في جميع المنظمات الأممية والمنظمات الدولية. الآن حتى محكمة الجنايات الدولية يجب كذلك أن يكون هناك انسحقوا القضايا لمجرمي الحرب اللي هو هذا المتغطرس وهذا الصهيوني نتنياهو، هذا الذي يتبجح ويتكلم بكل ثقة إن صح القول. وأظن أن الدول العظمى يجب الآن أن تتحمل مسؤوليتها ما يفعله الكيان الصهيوني داخل قطاع غزة وما يفعله حتى في الأراضي الفلسطينية الأخرى. أظن أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكل من تحت حظوها يجب أن تدرك تماما الإدراك أنه حان وقت الحسم لكي يحاسب هذا الكيان الصهيوني الذي كان يوما ما يشتكي من النازية، ولكن هو اليوم يفعل أكثر مما فعل النازيون في يوم ما. وأظن أنه لو نذهب إلى النازيون ربما لهم تبرير، لأنه أنتم تدركون ما فعله اليهود في منطقة أوروبا ونشر الرذيلة وكذلك الربا في التعاملات البنكية والأزمات الاقتصادية. لو نستطرد التاريخ هناك أزمات مالية يقوم بها الكيان الصهيوني ومن مؤسسات مالية دولية من وراءها الكيان الصهيوني لكي يزرع ماذا؟ يزرع عدم الاستقرار داخل هذه الدول ويصبح يمتلك فيهم عن طريق الشركات المتعددة الجنسيات، عن طريق كذلك المنظمات التي ربما صدعت رؤوسنا في يوم ما عن حقوق الإنسان، واليوم هي صامتة لا تتكلم إلا بعض الجمعيات التي لها بعد إنساني. كذلك يجب أن نتكلم أن نتكلم عن المنظمات الإنسانية التي لها قلب يريد أن يتحرر، يريد أن يحرر الشعوب المظلومة في العالم. والشعب الفلسطيني هي قضية مهمة جدا بالنسبة للإنسانية. لاحظتم ماذا فعل شبكة التواصل الاجتماعي، ماذا يفعل القسام في داخل غزة، هم يسمونهم إرهاب ولكن نحن نسميهم ثوارا يريدوا أن يحرروا بلدهم، بلد فلسطين الغالي على قلوبنا. كذلك نتكلم اليوم على ربما تحوير الصورة من غزة إلى خلق أزمة أخرى مثل ما تفعله اليوم يفعله نظام المخزن وكذلك النظام الصهيوني داخل إفريقيا، يريد أن ينغص كل ما تكون هناك بوادر لتقدم الجزائر نحو بناء شراكات جديدة، نحو بناء كذلك إن صح القول إسمنت حقيقي ما بين الدول الإفريقية وكذلك الدول العربية. ولكن أظن أنه الآن حان الوقت لهذه الدول الإفريقية سواء كانت شقيقة أو دول صديقة، يجب أن تتكتل من أجل أن أولا حماية لمصالح بلدانها وشعوبها، وثانيا نصرة للقضايا العادلة في العالم وهي القضية الفلسطينية القضية الأم. إذا حلت هذه القضية سوف ينشر السلام في كل العالم ويصبح لنا إن صح القول كالأستاذ تكلم على التنمية المستدامة، تكلم على كيف يمكن لنا أن نبني شعوب، كيف تتبادل الشعوب السلم وتتبادل الثقافة وتتبادل كذلك حتى الاستثمارات إلى غير ذلك. هناك عملية ممنهجة لتحطيم كل هذه التكتلات، ولكن هيهات هناك دول الآن الشعوب قد تفطنت لهذا، وطلعت أنه في إفريقيا هناك الشعوب الآن بدأت تتحرر من الاستعمار التقليدي وبدأت تذهب إلى ما يسمى إنشاء صداقات وكذلك صحيح. إفريقيا محتاجة إلى ماذا؟ وأصلا هناك نخب سياسية أكيد. جديدة أكيد. على المستوى أكيد. القيادي في إفريقيا، وهناك أكيد. أيضا وعي سياسي أكيد. جديد تمخض عن هذه القيادات النخبوية الجديدة. الآن أستاذ بالعودة إلى مجلس
الأمن الدولي كآلية قانونية تابعة للأمم المتحدة. الجزائر كما أشرنا دعت إلى ضرورة تفعيل دور المجموعة المصغرة لحركة عدم الانحياز بمجلس الأمن الدولي. الجزائر تراهن كثيرا على مجلس الأمن الدولي في وقف العدوان. تفعيل دور هذه المجموعة المصغرة من ناحية العملية كيف يكون وما هو تأثيره العملي دكتور على أرض الواقع؟ شكرا أستاذ. يعني فعلا سؤال جوهري في ظل الوضع الراهن الآن الدولي. يعني يوم نتحدث يجب قبل أن نغوص في هذا الموضوع يجب أن نتحدث عن منهجية الدولة الجزائرية قيادة وشعبا في التوجه الدولي والنظام الجديد واستغلال الوضع الآن المكهرب المفبرك الآن والتقسيمات وكذا ظل هذا الوضع الراهن. اليوم الجزائر يجب أن نتحدث عن مصداقيتها في المنطقة الدولية. نتحدث عن دبلوماسية الخطيرة والقوية جدا. الدبلوماسية التي ليست لها مصالح ضيقة. الدبلوماسية التي ليست لها تدخل في دول الغير وشؤون يعني الغير. وهذا ما جعل الانتخاب الساحق أو الاقتراع الساحق للجزائر في أن تكون لها مقعد في هذا مجلس الأمن في كمقعد غير دائم. وهذا اندل وهناك الخيرات في الكثير في المستقبل. لأنه كما تفضل الأستاذ يعني أيضا مشكور على ملاحظة أن الجزائر هناك لها مبدأ يعني مبدأ الخوصصة في كيفية أن تكون دائما المجتمعات الدولية في أمان وكيفية تطبيق القانون الدولي وأيضا احترام السلم الأمني والأمن الدوليين في هذا المجتمع الدولي. هذا ما لاحظناه اليوم انطلاقا من الواقع الإفريقي. أيضا اليوم كرهنا والجزائر كانت من الدول الأساسية في يعني في إخراج المستعمرات الأخيرة من هذا من هذا الوضع الإفريقي. لأنه اليوم نحن نتحدث عن قارات، فالقارة اليوم بوابة إفريقيا هي الجزائر، أيضا بوابة العمل الدبلوماسي في إفريقيا هي الجزائر، أيضا القوة الاستراتيجية الدولية هي الجزائر وإفريقيا. وبالتالي اليوم الجزائر لن تتخلى عن الموقف العربي أو الشرق أوسطي أو المغاربي أو كذا. واليوم هناك أو الإسلامي، اليوم الجزائر تبحث على كيفية، وهذا ما تحدث به السيد رئيس الجمهورية في قمة العربية عندما تحدث يجب حل المشاكل العربية عربيا والابتعاد عن التليكوموند أو ابتعاد عن التوجيه الغير قانوني داخل هذا المجتمع العربي. اليوم نتحدث عن كيفية يعني القوة الاقتصادية في المنطقة. يعني فتحا مع إفريقيا. اليوم الجزائر أصبحت هي همزة وصل بين شرق أوسطي وأيضا مغاربي وأيضا إفريقي وخليجيا. يعني اليوم يجب أن نتحدث قبل الوصول إلى المجتمع الدولي، نتحدث عن ميكانيزمات وقوة الجزائر في كيفية تصفية وتنظيف المنطقة العربية والإفريقية من كل الرواسب التي تدار بها الصراعات الدولية داخل هذه والكيفية الوصول. اليوم ليس القضية كما تحدث أيضا وزير الخارجية في عدم تحدث بوضوح. نحن اليوم ليست القضية ما نلاحظه القضية الفلسطينية. يعني اليوم الكيان الصهيوني يريد حرب إقليمية، يريد السيطرة عن طريق، لأن وجوده هو وجود على أساس أنه مشروع اقتصادي لدول غربية وناعي جيدا بريطانيا أمريكا اللي تقود المعركة. اليوم من يحارب المقاومة الفلسطينية التي أعطتها الشرعية المنظمة الدولية هي الولايات المتحدة الأمريكية التي تقود المعركة على أرض الواقع وهي توجه، رغم أنه هناك أصبح اليوم أكلت وجهها هذه المجتمعات الغربية اليوم، لأنه الكيان اليوم أصبح يتلاعب بهذه السياسة الدولية، أصبح يريد توسيع وتوزيع أيضا العقاب بالإفلات من العقاب. هذا اليوم تحدث به الكيان الصهيوني. اليوم الكيان الصهيوني كما تفضل الأستاذ هو فتح استراتيجية لإفريقيا. ونعي جيدا عندما أقول إفريقيا من هو اليد العاملة للكيان الصهيوني داخل إفريقيا. يجب أن نكون صراحة في هذا الجانب. اليوم نذهب إلى عدم الحياز. اليوم فعالية الجزائر في المنظومة الدولية وجودها وما تحدث أيضا نشكر حقيقة بدون مجاملة. لسنا اليوم أتينا هنا لكي نبيع مواقف أو نريد أن نعمل حملات انتخابية. اليوم نتحدث عن الموقع السياسي للجزائر في العالم، لأنه اليوم يجب أن يعي المجتمع الجزائري أن يلتف حول سلطته. كفانا الطهر وكان تمزق من أطراف خارجية التي تريد المساس بقوة الجزائر. هذا يجب أن نتحدث وجغرافية الجزائر والتقسيم داخل المنطقة الجزائرية والإفريقية. يجب اليوم الأفارقة اتضح كما قال الزميل أنه هناك أصبحت اليوم لهم كما أعطى مثير اذهبوا إلى الحبشة عفوا، اليوم اذهبوا إلى الجزائر فهي لأمانكم وقوة، لأنه اليوم من يحمي النظام الدولي هو القوة داخل هذا المجتمعات وداخل، لأنه اليوم ابتعدنا عن القانون الدولي أصبحنا كل يعني شخص أن يحمي نفسه. صحيح. فبالتالي اليوم مطلوب، حتى الأفارقة طرحوا في هذه الأفكار في عدة مؤتمرات، أن اليوم صمام الأمان لهذه إفريقيا وهي بوابة إفريقيا هي الجزائر. وبالتالي اليوم أصبحت الجزائر تدافع على مرجعية اقتصادية سياسية، لأنه كفانا حتى الهجرة غير الشرعية كانت ممنهجة، المتاجرة في الأعضاء كانت ممنهجة، سياسة المخدرات كانت ممنهجة، العمل غير شرعي كان ممنهج، إذن والإرهاب كان غير ممنهج. وبالتالي اليوم الجزائر أصبحت فطنة. وأيضا ما تحدث به الدولة الجزائرية في الأمم المتحدة في إعادة النظر في رسكلة أو ما
ما يسمى سواء كان مجلس الأمن إعادة فعالية بعض الأشياء التي للأسف أصبحت يعني شرب عليها الظهر، يجب إعادة النظر في هذه المؤسسات تفعيل. إذا اليوم عندما نتحدث عن هذا سؤالكم، نعود إلى سؤالكم سيد الفاضل، يجب أن نتحدث ما تحدث به السيد وزير الخارجية في هذه وصولا بالوصاية. عندما نتحدث الوصاية هناك تنسيق داخل النظام الجزائري، وبالتالي عندما تحدث عن فعالية هذه حركة عدل الحجاز بكيفية دورها الفعال، لأنه كفاء، لأنه أتت في مرحلة أنه ذهبت وانتهت وأصبحت فعلا من المنظمات التي أصبحت ليس لها فعالية، رغم علما أنه في أحد الفترات كانت لها قوة استراتيجية. لكن هناك نقطة مهمة جدا حن الدكتور إليه، وهو لماذا تريد الجزائر إحياء عدم الانحياز؟ لأنه كائن بوادر لنظام دولي جديد متعدد الأخطاء، وهنا تكمن عبقرية الخارجية الجزائري وعبقرية كذلك القائمون على البدو على رئيس ورئيس الجمهورية، أنه يريد إحياء هذه المنظمة، لأن ربما كنا ناقشنا والأستاذ كانت فيها 132 دولة، يعني 132 دولة هي قوة دولية وقوة كذلك قانونية 80% من دول العالم. حتى وجود الجزائر اليوم في يعني كمقعد غير دائم في مجلس الأمن، وتحدث عنه سيد رئيس الجمهورية اليوم كيفية إعادة يعني مساعدة بهذه العناصر في فعالية قوة الجزائر داخل مجلس الأمن للابتعاد. أيضا هناك عنصر أساسي اليوم يتلاعبون به المجموعة الدولية، وهي الفيتو، نظام الفيتو. اليوم عندما تكون القوة الاستراتيجية في هذه الدول ساندة، سواء كانت عدم الانحياز، أيضا المؤتمر الإفريقي، المؤتمر العربي، كل هذه الأشياء، عفوا الدول العربية، هذه لها اليوم أصبح لها ضغط على المجموعة الدولية، وبالتالي اليوم من المستقبل الاقتصادي الدولي؟ فهو الجزائر والدول الإفريقية. طيب الدكتور أشار إلى جزئية هامة جدا، واستعرض جملة من التنظيمات والتكتلات الدولية. البعض من المراقبين يقولون أن الجزائر تحاول ربح الوقت، وهذا أمر ذكي بالتأكيد، من خلال تفعيل دور التكتلات القائمة والتكتلات الموجودة عوض البحث عن فضاءات وأدوات أخرى. دكتور أكيد أنه شوف، هو قلب السياسة هو كيف يمكن لك أن تدير تدير استراتيجية ما، أو أن تدير أزمة ما، لأنه هناك أزمة عالمية، هناك أزمة حتى في أنظمة الحكم. الشعوب فهمت، سبحان الله، في نيويورك، في لندن، في باريس، في ألمانيا، في كل دول العالم، الشعوب فهمت أن هناك شعب مظلوم مقهور مغلوب على أمره، هو الشعب الفلسطيني. والشعب كذلك فهم أنه يجب الآن أن تكون هناك سياسة الحوار ما بين هذه الدول، لأنه في آخر المطاف كان شارل ديغول بعد استقلال الجزائر كان تكلم، هو ورئيس حكومته نسيت اسمه، كان تكلموا على استعمار جديد، استعمار اقتصادي من خلال إنشاء شركات متعدد الجنسيات، وهذه الشركات متعدد الجنسيات يجب أن نطرح شركات أمنية، شركات أمنية أولا، ثم شركات من يقف وراءها، من يمولها إلى غير ذلك. ويجب الآن أن نقرأ وأن نستطرد التاريخ كي نستطيع أن نفهم خلفية. لو نتكلم على شيء مهم، كانت المنطقة الجزائر أو الجزائر وهذه المنطقة الساحل كانت معرضة إلى حرب، صحيح، لولا أن الجزائر ربطت جأشها وتفطنت لكل المناورات التي تحاك أو المؤامرات التي تحاك من طرف الكيان الصهيوني، من طرف كذلك بعض الدول الاستعمارية القديمة، ومن بعد كذلك الدول الوظيفية اليوم التي تلعب دورا، الكيانات الوظيفية، الكيانات الوظيفية اليوم اللي هي كانت دول. لو تكلمنا مثلا، نتكلموا على الاتحاد المغرب العربي، هذا الذي كذلك كان بالنسبة لإفريقيا ذلك الإسمنت الذي يستطيع من خلاله أن نذهب إلى إفريقيا ونمد لها يد العون. إفريقيا محتاجة اليوم إلى استثمارات، إفريقيا اليوم محتاجة إلى محاربة الفقر، إفريقيا يعني أكيد أكيد، وإفريقيا اليوم محتاجة إلى الأمن، لأنه في القرآن يقول لك الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، اقتصاد ثم أمن. الجزائر حاربت الإرهاب هنا في وكانت الولايات المتحدة الأمريكية هذه القوة العظمى تستشير الجزائر في محاربة الجماعات الإرهابية. لكن نطرح سؤال آخر، من الذي نقل الإرهاب من منطقة الشرق الأوسط إلى إفريقيا ويريدون تحطيم إفريقيا ويريدون تفكيك إفريقيا؟ اليوم المشروع الصهيوني أكيد. ليبيا اليوم لماذا من قبل كانوا دائما يقومون بالاجتماعات، وعندما دخلت الجزائر كانت سياسة الواقع، السياسة الواقع وهو أنه لا يمكن للحل الليبي إلا أن يكون ليبيا. عندما يتوحد الجيش الليبي ويجلس الفرقاء الليبيين حول طاولة الحوار لكي يستطيعوا أن يبنوا دولتهم، والدليل أمامهم السودان
لم يجلسوا على طاولة الحوار، قسم السودان إلى دولتين. صحيح. واليوم السودان هذا البلد الذي كان سلة الغذاء العربية. سلة الغذاء العربية. نعم. وربما لا لمن العالمية، من استولى على المنطقة، من استولى على المنطقة. نعم. ونذهب إلى الكيان الصهيوني أكيد. ويجب أن نتفطن لأن الكيان الصهيوني مثل الأخطبوط موجود في كل دول العالم. يريد دائما، هناك بعض الذي يشتريهم شراء الذمم، وهناك من يتغلغل عن طريق الجنسيات المختلفة ويصبحون فاعلون. والدليل على ذلك نظام المخزن الذي كان مستشاره أزولاي وبعض المستشارين الآخرين الذين ربما لا نعرف أسماءهم، ويريد أن يوقع بالجزائر في حرب قادرة. ولكن الجزائر تتفطن دائما. لماذا؟ لأن الجزائر لا تريد أن تتدخل في الشؤون الداخلية للدول، بل يمكنها أن تكون وسيطا، ويمكن أن تكون ناقلا للسلام. صحيح. وكذلك ناقلا للتنمية، وناقلا حتى اليوم لو تلاحظ أستاذ، الجزائر لها بعد ديني آخر. لو نتكلم على الزاوية التجارية التي هي كذلك إسمنت آخر يجب أن نستثمر فيه، لأنه تقريبا تربط المجتمع المغاربي، المغاربي والإفريقي، الإفريقي، العمق الإفريقي. نتكلم على الثقافة الإفريقية التي هي نحن جزء منها، ونفتخر أن نكون أفارقة لكي نساعد بعضنا البعض. هناك بعض الدول التي تستنزف بخيراتها، يعني تأتي دول هكذا تستنزف. نعم. دول العالم. نعم. لو هذه الدول الإفريقية تفهم سياسة الجزائر على أننا يجب أن نتكتل، ويجب أن نكون نحن من نصنع. صحيح. نصنع غذائنا، ونصنع دوائنا، ونصنع سلاحنا، ونصنع كل شيء حتى التكنولوجيا. اليوم يجب أن نضع، عندما نضع اتفاقيات مع هذه الدول المتطورة، يجب أن يكون بندل على أنه يجب هذه التكنولوجيا أن تنتج داخل بلدنا. صحيح. لكي نستطيع أن نطورها. صحيح. ونستطيع كذلك أن نوفر بيئة اقتصادية وبيئة استثمارية. صحيح. والجزائر قانون الاستثمار وكل إصلاحات التي قام بها رئيس الجمهورية إنما تصب في صالح الجزائر وفي صالح إفريقيا، لأنه نتكلم كذلك على البنى التحتية لإفريقيا. نعم. الطريق الوحدة الإفريقية والطرق الاجتنابية التي ربما تكون تذهب إلى شرق إفريقيا وغرب إفريقيا، ونتكلم على السكة الحديدية. صحيح. نتكلم كذلك على الملاحة الجوية ولكن من المهم جدا أن نذكر أن الجزائر أوفت بجامع التزاماتها فيما يتعلق بتقوية البنية التحتية والخطوط التي تنطلق من الجزائر وتمتد إلى العمق الإفريقي. الآن دكتور، بالعودة لدور حركة عدم الانحياز في المساهمة في حل أو في وقف العدوان الصهيوني، الجزائر اليوم بمناسبة اجتماع لجنة فلسطين في حركة عدم الانحياز، ربما كلمة الجزائر كانت هي الأقوى والأهم. الكلمة كانت عبارة عن وصف للحال لما يجري، وأيضا كان جملة من الحلول التي يمكن أن تقدمها حركة عدم الانحياز ودول حركة عدم الانحياز في وقف العدوان. كيف تابحت ما جرى أثناء هذا الاجتماع دكتور؟ شكرا. يعني اليوم نتحدث اليوم الجزائر وصولها لهذا المكان، اللي عفوا الى النظام الدولي. نعم. او بغض النظر سواء كان يعني دائم وغير دائم، هو الوصول لفاعلية هذه الدولة داخل وقوتها وزخمها داخل هذه الأوساط. نعم. وبالتالي اليوم ايضا من يساند، عندما قلنا انتخاب الساحق، فهناك دول عديدة اليوم، الكثير من هذه الدول هي تساند وتدعم الجزائر في موقفها وكيفية تفعيل هذه الميكانيزمات، هذه الجيول السياسية داخل هذا العمل المنظماتي. نعم. اليوم نتحدث أن الجزائر في هذا تحدثت عن إعادة تفعيل دور المجموعة المصغرة لدول عدم الانحياز على أي أساس؟ على أساس من أجل وقف العدوان الذي الصهيوني على قطاع غزة أو على فلسطيني. هذا دليل يدل على لماذا؟ اليوم هناك أيضا نقاط تختلف وتجتمع في موقف واحد. عندما نتحدث محكمة العدل الدولية، أيضا طلب الجزائر كيفية تفعيل بعض القضايا الوضع الدولي. إذا اليوم نتحدث، إذا انطلقنا عن ما حدث في جنوب أفريقيا من هذه الشكوى، نعي جيدا أنه ما وقع أيضا في الجزائر قبل هذه الشكوى، وكان من دول أو رئيس دول العالم بأسره هو دولة الجزائر، عندما أو رئيس الجمهورية عندما تحدث يجب متابعة مجرمي الحرب في المحاكم الدولية. كان الوحيد الذي تكلم عنها. نعم. هذا الشيء. وكان هناك مؤتمر بعد هذه الكلمة في الجزائر. وكان هناك الحضور الإفريقي، وكانت جنوب أفريقيا ودول أخرى عربية وكذا، وحتى المنظمات الدولية الإفريقية القانونية كانت متواجدة. وبالتالي إن دل يدل على أن الجزائر كلمتها أو رسالتها كانت مسموعة، وانطلقت الكثير من هذه. يعني كانت الجزائر هي في هذه ضمن الكواليس، ضمن ما يدور في كما تحدثتم في بعض النقاط المغلقة. وبالتالي الجزائر لها أيضا تمام أستاذ فضل، لها أثر كثير في هذا ما قامت به في محكمة العدل الدولية. اليوم نتحدث وجود وانطلاق الفكرة لإعادة النظر أيضا حتى تفعيل محكمة الجنايات لمتابعة الأشخاص.
أشخاص يعني اليوم تبعنا هيكل سياسي، غدا سنتابع أيضا أشخاص الذين يسيسون ويمدرسون هذه السياسة للانتقام وبطر هذه القضية الفلسطينية وعدم احترام الأعراف والقوانين الدولية. هذا هو اليوم مطلوب الجزائر. الجزائر اليوم عندما كانت تطلب فيه وأيضا حول المسؤولية الملقاة على عاتقه من أجل وقف هذا الحرب، يعني اليوم الجزائر تريد تنشيط أيضا حتى المقاعد الدولية أو المنظمات الدولية، وكفانا من هذا النوم وكفانا من هذا التوجيه الإلكتروني أو توجيه الريموت الإلكتروني داخل هذه المؤسسات المنظمات الدولية. عندما نتحدث عن المؤسسات الدولية أستاذ فضل طرحتم قضية حقوق الإنسان غيابها عن الساحة، أيضا منظمة الصحة العالمية غيابها عن الساحة، المنظمات الإنسانية غيابها عن الساحة، القانون الدولي أصبح مضروبا في عرض الحائط في معادلة تساوي صفر. أيضا يجب أن نتحدث على هذا الجانب. اليوم الجزائر تريد ميكانيزمات جديدة فيها خلق نظرة وقوة استراتيجية في هذه المنظمات لتهب هبة واحدة لتساند الموقف الجزائري داخل مجلس الأمن وتفرض هذا الفرض على أطراف نزاعات خارجية. اليوم نتحدث أيضا أن هذه الحرب ليست ووليدة الساعة بالنسبة للقضية الفلسطينية. اليوم يجب أن لا ننسى، لأن هناك من أراد من محامي الكيان الصهيوني أن يتحدث على 7 أكتوبر. اليوم نتحدث على 75 سنة من الانتقام ومن القتل والتنكيل والسيطرة والاستيطان وكل هذه الأشياء. اليوم هذا أراد الجزائر اليوم إثبات الواقعية والإجراءات التي حدثت من تاريخ القضية الفلسطينية صاحبة الحق وتقرير مصيرها على أرضها ومن غزاة قابوا باحتلال هذه الأرض. إذا يجب اليوم نربط ونمزج التاريخ، لأن القانون هو فلسفة القانون هي تاريخ النظام القانوني بمتابعة هذا النصوص القانونية. أيضا تحدثنا عن انتقال إلى أعلى درجات الهمجية والوحشية لارتكاب أبشع الجرائم داخل هذا قطاع غزة اليوم والضفة الغربية. اليوم نتحدث عن ما يسمى أيضا حول امتداد الحرب إقليمية. يجب اليوم أراد سيد رئيس الجمهورية أو أرادت الدولة الجزائرية السيادة والدبلوماسية الجزائرية إقحام هذه المنظمة الدولية للتحدث ما يبحث عنه أيضا الكيان الصهيوني في كيفية إقحام المنطقة في حرب إقليمية. يعني اليوم لسنا نتحدث على قضية مغلقة أو قطاع مغلق هي قضية فلسطينية، بل اليوم نتحدث وما يحدث اليوم في اليمن وعدم استعمال الفيتو أيضا داخل مجلس الأمن في وضيع قضية اليمن. كان هذا شيء مهم واستراتيجي، وهو كان ذكاء أيضا سياسي من طرف الدول التي هي لها حق الفيتو في إقحام الولايات المتحدة الأمريكية وتوريطها وخروجها بخيبتها وخسارتها من المنطقة. يعني اليوم أصبحت العالم تلعب لعبة السيادة مش المد والجزر. إذا الجزائر اليوم تريد تكبح جماح هذه التجاوزات في المنطقة العربية الشرق الأوسطية والإفريقية والعربية. هذا دليل يدل على اليوم الموقف الجزائر. أيضا عندما تحدث الجزائر وتفعيل أيضا دور هذه المجموعة المتلة في مجلس الأمن أيضا يعني هذا يجب أن نتحدث، لأنه كما تفضلتم 132 دولة قوة في هذا في النمط هذا التاريخي الذي تلعبه على الانحياز في خاصة في دفاع وحماية حركات التحرر. اليوم الجزائر تريد أن يكون لها صوت فعال من 132 دولة داخل مجلس الأمن ليكون أيضا ورقة ضاغطة مع النظام الجزائري داخل هذا مجلس الأمن. هذه هي اليوم يعني إفراط العمل الدبلوماسي بذكاء، والذكاء الدبلوماسي الجزائري الذي تعودنا عنه تاريخيا من المرحوم هواري بومدين إلى اليوم رئيس الجمهورية والسياسة الدولة الجزائر الذي أصبحت اليوم مثال وتمثال للعالم أن الجزائر دبلوماسيا هي تستطيع أن تحل محل هذه المنظمات الدولية وتقف وتلعب دور فعال في كيفية إقحام العالم إلى الحق والقانون من خلال الدبلوماسية الفاعلة عملية ليست لها تجارة ومصالح ضيقة في المجتمع الدولي. دبلوماسية الواقع. نعم الواقع. أمر الواقع. نعم دكتور، هناك جزئية أخرى هامة جدا، ما الذي نستنتجه من مستجدين؟ المستجد الأول هو أنه بداية السنة 2024 ربما دشينت بنجاح الجزائر على مستوى مجلس الأمن الدولي بتمرير مشروع القرار المتعلق بتجريم التهجير القسري بداية 2024، والجزائر هي دولة إفريقية. نجاح آخر لإفريقيا خلال دولة جنوب إفريقيا بمحكمة العدل الدولية. هل نحن بصدد معطيات دولية جديدة ومنعرج في التوازنات الدولية دكتور؟ أكيد هناك استشارة كذلك من الجزائر، تستشير دائما شركائها، خاصة نتكلم على الشركاء الإقليميين اللي هي نيجيريا وجنوب إفريقيا. لا ولكن أقصد هذا النجاح الإفريقي من خلال دولتين عظيمتين في القارة الإفريقية الجزائر وجنوب إفريقيا. الجزائر نجحت على مستوى مجلس الأمن الدولي أكيد. وجنوب إفريقيا نجحت الدولية على مستوى محكمة العدل الدولية. شوف هذا يشهد له التاريخ. نعم. التاريخ يشهد أنه أول دولة اعترفت بالولايات المتحدة الأمريكية هي الجزائر. نعم. شكون واضح.
الولايات المتحدة الأمريكية تدرك قوة الدبلوماسية الجزائرية، كذلك الدول الأخرى وخاصة الكيان الصهيوني هو يدرك تمام الإدراك أن وراء هذه الدولة رجال يعني مؤمنون بالقضية الفلسطينية، لأنهم من أين جاءوا؟ جاءوا من أرحام أمهات وأباء، ربما أبائنا الشهداء والمجاهدين الذين ركعوا قوة أطلسية كبرى في تلك الحقبة. نعم. وهذا لا يأتي إلا من لأنه إن صح القول هناك نقاش أو هناك حرب ما بين الحق والباطل. صحيح. وعندما تكون إلى جانب الحق فأنت لا تخاف لا كبيرا ولا صغيرا. اليوم في مجلس الأمن وكذلك في الأمم المتحدة هناك حرب دبلوماسية كبيرة جدا قائمة ما بين الدول التي تريد الحق للشعوب في تقرير مصيرها، الحق للشعوب للتحرر، وكذلك الدول الأخرى التي تريد أن تسكت صوت الحق وأن يعني تتصرف في العالم كأنه ملك لها. كذلك لا ننسى، الأستاذ ذكرني بشيء مهم جدا وهو الشرق الأوسط. اليوم هناك إن صح القول صراع قوي جدا على الشرق الأوسط اللي هو الصين وروسيا والهند والولايات المتحدة الأمريكية. هناك قناة بن غوريون التي يريدون تحقيقها. هناك يعني الشرق الأوسط يتعرض عن طريق ماذا؟ للأسف لو هذه الدول إن صح القول يمكن لنا أن نفهم مقصدها، ولكن عندما تكون هناك دول وظيفية وهي تنتمي إلى عروبتنا وتنتمي إلى إسلامنا وتنتمي إلى منطقتنا، هذا ما يحز في القلب وما يدمي القلب. يعني حقيقة اليوم هناك صراع استراتيجي داخل الشرق الأوسط، ولكن عينهم على إفريقيا. صحيح. لأنه أهم نقطة لأنه إفريقيا اليوم لو تلاحظ هي محط أنظار الولايات المتحدة الأمريكية، محط أنظار روسيا، محط أنظار الصين، محط أنظار الهند، محط أنظار ألمانيا. إذن يجب الآن أن نقف وقفة جدية، أن نتشاور نحن كأفارقة ماذا يمكن أن نفعل بمصيرنا. لا نترك مصيرنا في أيدي هذه الدول، لأن هذه الدول تأتي لتأخذ الخيرات. صحيح. ثم تذهب، تأتي لخيرات صناعتهم كلها من خيرات إفريقيا. والدليل على ذلك اليوم نتكلم على ساحل العاج اليوم اللي هي أكبر مصدر للكاكاو في إفريقيا، عندها ثاني أكبر ميناء على السواحل. صحيح. نتكلم على مالي اللي هي أول منتج للقطن. نعم. نتكلم على دول إفريقية أخرى، الذهب واليورانيوم. نعم. الفحم الحجري ربما المستمع الكريم أو المشاهد الكريم لا يفهم، الفحم الحجري هو ثروة. نعم. ثروة ماذا؟ ثروة للمستقبل. صحيح. لأنه يأتي اليوم الذي سوف تنتهي فيه الغاز والبترول ونرجع إلى ما يسمى بالعكس. الصين 50% من إنتاج الطاقة الكهربائية مصدره الفحم. نعم. إذن يجب على المشاهد أن يفهم أن هناك حرب قوية جدا اقتصادية. أول نشوف لكي تستطيع أن تكون قويا يعني قوي سياسيا يجب أن يكون لديك اقتصاد قوي. أوه. والاقتصاد القوي يعتمد على ثلاث أشياء مهمة. نعم. يعتمد على الصناعات الغذائية. نعم. الذي هي تطور الصناعات، لأنه الصناعات الغذائية الصناعات صغيرة. صغيرة بعد ذلك تكبر هذه الصناعة وتصبح عندك صناعات ثقيلة تستطيع من خلالها أن تتبوأ كل أنواع الصناعات الأخرى. ثاني حاجة اللي هو شيء مهم الصناعات النسيجية. نعم. ربما نغفل هذا الجانب، ولكن هذه الصناعات النسيجية لو تذهب إلى الدول كيف يستوردون الملابس، هذه الملابس بمليارات الدولارات. صحيح. نتكلم على الشيء الثالث وهو ربما ينقسم إلى قسمين، الجانب الثالث هو الصناعة الأمن الصحي أو الأمن من أجل الدواء الذي هو شيء مهم جدا، وجائحة كورونا ليست ببعيدة. كيف أن بعض الدول عانت لأنها لا تستطيع أن تصنع دوائها. والشيء الثاني وهو صناعة الأسلحة، يجب أن تصنع سلاحك بيدك. بالضبط. ولا نخشى أن نقول هذا الكلام لأنه موجود، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير تربين به عدو الله وعدوكم. إذن هنا تكمن أن الجزائر تريد أن تكون صوتا للحق، وتريد كذلك أن تكون متحكمة في مصيرها، متحكمة في مصير أشقائنا الأفارقة. هو مصير واحد، وعمقنا الإفريقي هو المخرج الوحيد، وهو إن صح القول هو رؤية يمكننا من خلالها بناء صداقات قوية جدا وبناء اقتصاد
الاستثمار. شوف أنا دائما أتكلم إفريقيا محتاجة إلى من يلملم جراحها اقتصاديا وسياسيا. اليوم لو تلاحظ في بعض الدول اللي تحدث فيها انقلابات هكذا، يعني تنام ثم في الصباح تقول انقلاب عسكري في دولة ما. إذن من يقف وراء هذه الانقلابات؟ لأنه في الستينات مستعمرات، لأنه في الستينات كانت المخابرات العالمية اللي هي الفرنسية والبريطانية والأمريكية والصهيونية أين تنشط؟ تنشط في غرب إفريقيا، هذه الدول التي ربما هي دول الإقواس ودول تنشط هناك. لماذا؟ لأنها تريد أن تشرذم إفريقيا. الجزائر دائما، واليوم الخطاب كان واضح وراء عدة إن صح القول عدة معاني لإفريقيا، أنه خطابنا اليوم أيها الأفارقة إذا استطعتم أن تتوحدوا فقوتنا في وحدتنا، ولكن هذه الوحدة لا يمكن أن تكون هكذا بكلمة منتهى، بل يجب أن تكون هناك روابط اقتصادية، روابط بنى تحتية. هذه البنى التحتية يجب أن تكون من البحر الأبيض المتوسط حتى جنوب إفريقيا. كذلك هناك دول إفريقية لا تستطيع أن يصح القول أن تنجز اقتصادا منتجا، بل يجب أن نتساعد فيما بيننا. هذا الاتحاد الإفريقي وهذا البعد الإفريقي وهذا البعد حتى في الأمم المتحدة. الجزائر كذلك ربما الأستاذ من الجانب القانوني أنه الجزائر تريد إصلاح قانوني لهذه المنظمات. هذه المنظمات أصبحت أساسها هش قانونيا. الآن تطورنا بشكل كبير جدا، تطورت هذه الدول، أصبحت الأمم اللي تشوف شبكات التواصل الاجتماعي، تكنولوجية الحديث لوسائل الإعلام أحدثت وعيا سياسيا للشعوب الإفريقية. والله العظيم عندما أرى شابا إفريقيا يحكم بلدا إفريقيا ويتكلم بكل ثقة، ذلك البوركينا فاسو أو في ساحل العاج، يتكلم بكل ثقة على أننا يجب أن نكون أصحاب مصيرنا بأيدينا. هذا ما تريده الجزائر. الجزائر لا تريد أن تدخل في شؤون الدول، بل تريد لحمة إفريقية ولحمة إسحاق جيوسياسية تمكنها من أن تتفاوض، لأن رئيس الجمهورية كان تكلم في جزئية رائعة جدا، أننا عندما نتفاوض يجب أن نتفاوض الند بالند ونتفاوض ببراغماتية. لا يمكنك أن تفرض علي أشياء ربما أنا لا أريدها ولا تتناسب مع السياق الاجتماعي الذي نعيشه. دولة تفاوض، دولة تعاون ندي، وهذا أمر مهم جدا، وهذا العنوان الأبرز لمفهوم السيادة الوطنية كممارسة بالتأكيد. الآن دكتور يونس عاشور، بالتأكيد حركة عدم الانحياز على مر العصور كانت هي في الحقيقة الحاضنة والداعمة لحركات التحرر في العالم. الآن الجزائر لا تزال تنظر وتراهن على دور ومؤمنة أيضا بدور حركة عدم الانحياز في 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 التعامل مع القضية الفلسطينية وفي وقف العدوان الصهيوني. إلى أي حد هذه الثقة، ليس فقط ثقة الجزائر ولكن ثقة العديد من دول العضوة في حركة عدم الانحياز، مؤمنة بدور حركة عدم الانحياز؟ إلى أي حد هذا الرهان مؤسس؟ نعم، إذا تحدثنا ما يحدث اليوم في غزة يعني حقيقة هو من تجاوز بكثير نطاق القضية الفلسطينية. نعم. هذا ويجب أن نتحدث، وتحدثنا قبل قليل هو كيفية النظرة المستقبلية بعد غزة. نعم. بعد حرب غزة ماذا يكون؟ من هو البديل؟ هندسة المنطقة، هندسة المنطقة. كيف يعاد تقسيم المنطقة؟ كيف يعاد ما يجب اليوم من تطالب الجزائر في مصداقية هذه الحركات أو حركة عدم الانحياز في تفعيل وجودها؟ لأن انضمام 132 دولة في ظل هذه المنظمة في هذه الحركة معناته لها قوة استراتيجية غدا تفرضها داخل المنظمة الدولية، المنظمة المتحدة تفرضها على مستوى مجلس الأمن، أيضا لعب دور هام داخل هذا المجلس. اليوم عندما نتحدث ما يحدث في المنظومة العلاقات الدولية أيضا برمتها من طرف هذا الكيان الصهيوني كما تحدث الزميل، هناك أخطبوط ينتشر في المنطقة. يجب هذه الحركة التي عاشت وتواجدت وتم تشكيلها في ظل هذه حركات التحرر. يعني هذا هو اليوم نتحدث عنه. اليوم نتحدث عن القضية الفلسطينية، نتحدث عن الصحراء الغربية، هذه الأشياء التي يجب نهاية هذا المشروع الدولي الاستعماري الذي يجب أيضا اليوم يجب أن نتحدث المتغيرات الجيوسياسية عالميا ولا سيما في إفريقيا. نؤكد هذا الموضوع، اليوم نتحدث تشهد تناميا حقيقة للشعوب ما يسمى المعادلة فرنسا وأوروبا التي طول فترة هذه المدة والحركات الاستعمارية من الخمسينية للستينيات إلى يومنا هذا، وهي عبارة كما تحدث زميل هو كيفية بلورة العمل والسيطرة على العمل الاقتصادي والمنتوج الخام الاقتصادي لهذه الدول. شوف لو تلاحظ فقط، اسمح لي أستاذ، والله أحسني نقطة مهمة جدا. لو تلاحظ نسبة النمو في الدول الإفريقية عندما تخلص من عباءة الاستعمار التقليدي، اليوم كوت ديفوار
أنا كنت أستمع إلى مراسل من أحد إحدى القنوات الجزائرية الإذاعية، نسبة النمو في كوت ديفوار بعد الحرب الأهلية 8%، انتقلوا من 43 مليار الناتج المحلي 43 مليار إلى تقريبا 75 مليار. إذن هناك إنجاز اقتصادي أكيد، هناك رؤية جديدة لهذه الشعوب، ربما أنه هناك وعي سياسي بالنسبة للطبقة السياسية، وهذا ما يجب أن ربما أن رسالة إلى كل الطبقة السياسية هنا في الجزائر، يجب أن نلتحم مع بعض لكي نستطيع أن ربما الأمر ليس بتلك السهولة بالضبط، نعترف بهذا، ولكن هذا أمر لا بد منه، يجب رغم اختلاف ربما إيديولوجياتنا واختلاف منابعنا الفكرية إلى غير ذلك، ولكن هدفنا الواحد، هدفنا هو الوحدة الوطنية الجزائرية وكذلك الوحدة الإفريقية. أعتذر أستاذ إن انقطعتك، تفضل أستاذ. أيضا يجب أن نتحدث أيضا على التمدرس، أيضا هناك عنصر الثقافي الذي أصبح يتمحور داخل المنطقة الإفريقية، هناك التعليم الذي كان فترة غائب، وكان هناك سياسة تجهيل والسياسة العائلة التي كانت تقود هذه الدول أيضا التي كانت لها تبعية المستعمرات يعني الدول، وبالتالي اليوم يجب أن نتحدث يوم كسر هذه وكره هذا الاستعمار وكره هذه الشوائب التي كانت تسيطر عنها سواء كانت فرنسا أو بعض الدول داخل هذه المجموعة الإفريقية. التكالب الدولي على إفريقيا أيضا اليوم هناك صراع، نتحدث اليوم لماذا اليوم الجزائر تطالب بإحياء هذا العمل السياسي الدولي، لأنه اليوم هناك توجه تقسيم جديد، انتهينا من القطبية، والحل الآن هو في هذه التكتلات الجهوية والإقليمية والقارية داخل هذه المنظمات، وهذا الذي نادت به الجزائر مرارا وتكرارا، والآن بدأ يتجلى ويتحقق. والجزائر أيضا اشتغلت كثيرا على مسألة ماذا يريد هذه الدول العظمى، تريد أن تجر العالم إلى سايكس بيكو جديد وإلى كامب ديفيد جديد. نعم. الدكتور موسى عاشور أستاذ القانوني الدولي، شكرا جزيلا لك على الإضافة والإثراء. دكتور مصطفى برزامة أيضا شكرا جزيلا لك على الإضافة والإثراء، واللقاء بكما يتجدد بالتأكيد في قابل الفرص والمواكبة الإخبارية للعدوان الصهيوني على شعبنا الفلسطيني، سوف يتواصل عبر فضاءاتنا الإخبارية وأيضا المواكبة الإخبارية لمستجدات الحدث الدولي الذي تحتضنه العاصمة الأوغندية كامبالا، قمة دول حركة عدم الانحياز، سوف يتواصل عبر فضاءاتنا الإخبارية المتلاحقة. الثالثة مساء بتوقيت الجزائر، موجز لأهم الأنباء. موجز الثالثة، أهلا بكم. بداية، يشارك وزير شؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف في اجتماع لجنة فلسطين التابع لحركة عدم الانحياز بالعاصمة الأوغندية كامبالا، وأكد عطاف أن الاحتلال انتقل إلى أعلى درجات الهمجية والوحشية، وهو يسابق الزمن ويسابق نفسه في ارتكاب أبشع الجرائم في حق الشعب الفلسطيني. وفي خضم العدوان المسلط على الشعب الفلسطيني والذي حول قطاع غزة من سجن جماعي إلى مقبرة جماعية، أن تحول الأنظار وتوجه الجهود ويركز الحديث حول ترتيبات ما بعد الحرب، في حين أن المنطق والحاجة يدعوان إلى إعطاء وقف إطلاق النار وإنهاء العدوان الأولوية القصوى. إننا وإذ نثمن الموقف الثابت والتاريخي لحركتنا وتضامنها الدائم مع الشعب الفلسطيني، نعتقد أن المرحلة الراهنة تقتضي تقوية هذا الموقف وتدعيمه بتحرك دبلوماسي جدي يتوافق وخطورة الظرف الحالي في قطاع غزة وفي الضفة الغربية. ومن هذا المنظور فإن الجزائر تدعو إلى إعادة إحياء وتفعيل دور المجموعة المصغرة لدول حركة عدم الانحياز الممثلة في مجلس الأمن، وتفويض هذه الكتلة باتخاذ مبادرات فعلية بهدف حمل هذا المجلس على الاطلاع بالمسؤوليات الموطئة على عاتقه.
اختتمت اليوم بتونس اشغال مؤتمر الاعلام العربي الذي ينظمه اتحاد اذاعات الدول العربيه والذي خصص لموضوع الاعلام في عصر الذكاء الاصطناعي. وبالمناسبه القى وزير الاتصال محمد العقاب مداخله ثمن خلالها مخرجات المؤتمر مبرزا ان التكنولوجيا لم تؤثر على اهم القطاعات فحسب وانما اثرت على عناصر العمليه الاعلاميه كذلك. العقاب دان اغتيال الاحتلال الصهيوني للصحفيين في غزه للتعتيم على جرائم الإبادة الوحشية. إن مخرجات هذا المؤتمر وتوصياته نثمنها ونشجع اتحاد إذاعات الدول العربية ليكون قاطرة لتجسيدها. وبالمناسبة أجدد الإدانة للاستهداف المقصود للصحفيين في فلسطين المحتلة الذي خلف أزيد من 100 صحفي ضحية، وهي سابقة لا مثيل لها في التاريخ في مختلف مناطق النزاعات المختلفة. وخلال جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة، كشف اليوم وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري أنه سيتم قريبا فتح مسابقات لتوظيف أساتذة جامعيين مساعدين واستشفائيين، وهذا حسب احتياجات كل مؤسسة جامعية. وأوضح بداري أن المناصب المفتوحة للتوظيف تخص الأساتذة المساعدين قسم باء ب 2725 منصبا، والأساتذة الاستشفائيين ب 200 منصب، والطلبة العائدين من الخارج ب 75 منصبا. سنة 2024 فالأعداد هي كالآتي: 1725 منصب مخصص لأستاذ مساعد قسم باء، 75 منصب مخصص للطلبة العائدين من الخارج والحاملين لشهادة الدكتوراه، 200 منصب مخصص للأساتذة الاستشفائيين، وبالتالي عدد المناصب التي سنقوم بتخصيصها للتوظيف خلال سنة 2024 هي 2000 منصب. إذن المجال سيفتح للجميع للمشاركة في مسابقة التوظيف في مختلف المؤسسات الجامعية والاستشفائية الجزائرية خلال الأسابيع المقبلة، بعد بطبيعة الحال الحصول على تأشيرة مصالح وزارة المالية. بغية التكفل بانشغالة سكان المناطق المعزولة في الهضاب العليا والجنوب الكبير وتوفير الخدمات الصحية والعلاجية وضمن برنامجها التضامني الوطني، أطلقت اليوم الشبكة الجزائرية للشباب بالتنسيق مع وزارة الصحة القافلة الطبية التوعوية طريق الوقاية في طبعتها الرابعة، والتي تضم أطباء جراحين متطوعين من مختلف الاختصاصات الطبية. خلال زيارة تفقدية لعدد من مراكز التكوين والتعليم المهنيين بالعاصمة، وقفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو عند أهم الإنجازات التي حققتها المرأة الماكثة بالبيت إلى جانب فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدة أن هناك رغبة قوية تبديها المرأة للإسهام في تطوير الاقتصاد الوطني. شكل موضوع ترقية تحويل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات محور يوم دراسي نظمته الوزارة الوصية بالمركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات ببوسماعيل، حيث كشف وزير القطاع أحمد بداني أنه بهدف تعزيز الأمن الغذائي الوطني ودعم نشاط تحويل منتجات الصيد البحري ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين في مجال التحويل، كشف عن استحداث نشاطات لتحويل منتجات تربية المائيات على غرار سمك البلط الأحمر قصد المساهمة في وضع آليات لامتصاص الإنتاج المتوقع من هذه الأسماك بمرافقة المؤسسات المختصة في تحويلها عبر التوضيب والتجميد والتصبير.
نظم اليوم مجلس قضاء البليدة ملتقى جهويا حول سياسة الجنائية وترشيد النفقات العمومية، وذلك بحضور رؤساء المجالس ونواب عامين وقضاة وممثلين عن مختلف الأسلاك الأمنية لولايات الوسط. الملتقى الذي يسلط الضوء على الجهود التي تبذلها الدولة في عصرنة قطاع العدالة والسعي لإدارة إلكترونية قصد ترشيد النفقات العمومية سيخرج بتوصيات واقتراحات من شأنها تعزيز الثقة بين العدالة والمؤسسات ذات الصلة. في الذاكرة التاريخية وإحياء للذكرى 69 لاستشهاد البطل ديدوش مراد، نظم اليوم المتحف الوطني للمجاهد ندوة تاريخية لاستذكار المسار الجهادي للشهيد، حيث تم عرض وثائقي عن مسيرته وذلك بحضور عائلة الشهيد إلى جانب ثلة من المجاهدين الذين تم تكريمهم بالمناسبة. دوليا وفي الشأن الفلسطيني، احتدمت المعارك بين قوات الاحتلال وفصائل المقاومة، حيث كبدت المقاومة الفلسطينية قوات الاحتلال خسائر فادحة في خان يونس بتدميرها للدبابات الإسرائيلية من نوع نيركافا، وأيضا قنصوا جنودا وأجهزوا عليهم من مسافة الصفر، فيما استشهد نحو 20 شخصا على الأقل صباح اليوم غالبيتهم من الأطفال والنساء في قصف صهيوني لمنزل في رفح. هذا وتعرضت مناطق جنوب قطاع غزة إلى قصف مكثف وسط استمرار المعارك الضارية هناك في ظل محاولات صهيونية لا تزال مزيد من العتاد لقواته في المنطقة. يتزامن ذلك مع دخول شحنة من الأدوية إلى القطاع المحاصر بعد اتفاق يشمل إدخال شحنة مساعدات إنسانية للمدنيين يقابله إيصال أدوية للأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة. من جهة أخرى، شددت اليوم وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية على ضرورة مبادرة الإدارة الأمريكية إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية كضرورة استراتيجية لتحقيق الأمن والاستقرار في العالم. إلى أخبار الرياضة ومستجدات كان كوت ديفوار، حيث من المنتظر أن يجري المنتخب الوطني اليوم حصته التدريبية قبل الأخيرة تحسبا لمباراة الجولة الثانية أمام بوركينا فاسو ظهر السبت المقبل. وبخصوص برنامج مباريات اليوم السادس من المنافسة الإفريقية، يواجه منتخب غينيا الاستوائية ضمن الجولة الثانية عن المجموعة الأولى منتخب غينيا بيساو بداية من الساعة 3 ظهرا، فيما يواجه منتخب كوت ديفوار منتخب نيجيريا في 6 مساء. اللقاء الثالث عن المجموعة الثانية يجمع بين المنتخب المصري ونظيره الغاني في 9 مساء. ختام الموجز إلى اللقاء. ما بعد المنتصف من تلفزيون الجزائر، مشاهدينا الكرام نجدد الترحيب بكم في رحاب هذا الفضائي الإخباري وإلى ملفاتنا الوطنية والتنموية، ونستهل بالحديث عن التطور الحاصل في قطاع الفلاحة على مستوى كافة ولايات الجمهورية. في هذا الفضاء الإخباري نسلط الضوء على التطور الحاصل في قطاع الفلاحة بولاية جيجل، ومن أجل متابعة الملف أسعد بأن يكون ضيفي كل من السيد توفيق باقة وهو رئيس الغرفة الفلاحية لولاية جيجل. سيدي مساء الخير، أهلا بك إلى هذا الفضاء الإخباري. مساء الخير، شكرا على الاستضافة، وسعيد جدا بوجودي عبر تلفزيون الجزائر. شكرا جزيلا، كما أسعد أيضا بأن يكون ضيفي السيد عبد العالي علاب وهو رئيس مكتب الإرشاد الفلاحي بولاية جيجل. سيدي مساء الخير وأهلا بك إلى هذا الفضاء الإخباري. مساء الخير أخي الكريم، تحية زيتية خضراء لكل جزائريين وجزائريات. شكرا جزيلا. أبدأ معك أستاذ توفيق باقة، بالتأكيد هناك تطور كبير يشهده قطاع الفلاحة بولاية جيجل. جيجل الآن أصبحت ولاية فلاحية بامتياز، ما هي مؤشرات ذلك عمليا؟ بالتأكيد، شكرا على هذا السؤال.
جيجل كما هي معروف ولاية سياحية وفلاحية بامتياز. الفلاحة شيء راسخ لدى الأسر الجيجلية وهي أسر ريفية كما نعرف. الطابع الجبلي غالب على الولاية ب 85% من الأراضي كلها جبلية، لكن على الرغم من هذا تتوفر الولاية على وعاء عقاري صالح للزراعة بمساحات تفوق 42,000 هكتار، كلها ذات جودة عالية ذات مردودية عالية. وجيجل معروفة بزراعة الخضروات، زراعة الزيتون اللي منتشرة وهي أشهر من نار على العالم، وكذلك إذا تحدثنا عن الزراعات البلاستيكية الخضروات لا شك سنعرج على شعبة الفراولة المعروفة في ولاية جيجل، كذلك شعب اللي تشهد تصاعدا كبيرا على غرار زراعة الموز اللي اتجهوا لها أغلب شباب الولاية لما بحكم أنه الدولة وفرت آليات للدعم على غرار صناديق لاناد المعروفة باسم يعني صندوق لونساج أو الصندوق الوطني للتأمين على البطالة لكناك سابقا. كل هذه الآليات دفعت الشباب تاعنا إلى الاستثمار في هذه الشعبة تاع الموز أو زراعة الموز تحت بيوت بلاستيكية مكيفة، وحققنا إنتاج ولو قليل لكننا نساهم به في ضبط سوق الموز اللي يعرف من حين إلى آخر ارتفاعات وفي الأسعار تاعه. كذلك شعبة أخرى اللي نلاحظوا انتشار كبير للأشجار المثمرة بالخصوص الحمضيات، والولاية لها مناخ كما تعرفوا مناخ رطب، كميات من التساقط من الأولى في الوطن بمعدل يفوق 1200 مليلتر سنويا. هذا ما شجع الإخوة المستثمرين على الاتجاه نحو زراعة الأشجار المثمرة بالخصوص الحمضيات، وسهول الولاية الآن فيها كثيرا من البساتين الحمضيات، خليني نقول عشرات الآلاف من الأشجار المثمرة، وهناك بساتين جديدة اللي ننتظروها في السنوات القادمة. كل هذا ربما خليني نقول الفسيفساء في جيجل من التنوع هذا خلى الفلاحين تاعنا يتحكموا في هذا، يمشيوا في المسار التقني بالمرافقة تاع الإدارة، المرافقة تاع الغرفة الفلاحية، كذلك في الهيكلة تاع الإخوة الفلاحين في إطار جمعيات في إطار تعاونيات، وهذا ما نسعى إليه دائما هو تنظيم الفلاحين وهيكلتهم حتى نمشي إلى فلاحة اللي تكون عصرية بإذن الله تعالى. أستاذ عبد العالي، بالتأسيس على ما تفضل به يبدو أن هناك تقدما كبيرا أحرزه قطاع الفلاحة بولاية جيجل. الإرشاد الفلاحي كيف ساهم في تحقيق هذا التقدم؟ شكرا لك أخي الكريم، أجدد التحية لكل الجزائريين والجزائريات المتابعين لنا في هذه الحصة. نتكلم اليوم على شجرة مباركة تاريخيا عرفت تكريما وتبجيلا هنا على حوض البحر الأبيض المتوسط. شجرة مباركة باركها الإسلام، زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. ولاية جيجل على غرار ولاية أخرى معروفة بمقدراتها وإمكانياتها الفلاحية والزراعية في شجرة الزيتون. نمتلك حاضرة مقدرة ب 22,300 هكتار مساحة مقدرة لزراعة الزيتون. عندنا حاضرة لمعاصر الزيتون مقدرة ب 175 معصرة، منها هذا الموسم 165 معصرة نشطة. نتكلم عن 18,000 هكتار موجهة للإنتاج. تقديرات للإنتاج هذا الموسم يعني الذي عرف نوعا ما أقول شح في الأمطار وتأثيرات للتغير المناخي على هذه الشجرة، هناك نقص يعني ظاهر حول المردود الخاص بالمردود الزيتون في الهكتار. اليوم نتكلم عن دور الإرشاد الفلاحي. نعم هو عنده أهمية كبيرة خاصة بعد ظهور المنشور الوزاري رقم 181 الخاص بتعزيز أرضيات الدعم الاستشاري
المحلي لهذه الأرضيات عندها دور مهم جدا في الميدان، منها خاصة بالتحكم في سلسلة القيم الخاصة بشجرة الزيتون، وكذلك سلسلة الإنتاج. سلسلة الإنتاج عندها عدة مراحل، لليوم نحن كمستشارين في شعبة الزيتون نعرفها مليح ونريد بهذه الأرضيات تاع الدعم الاستشاري أننا نوصلها إلى الفلاحين. نقول أن اليوم سلسلة الإنتاج عندها عدة مراحل، منها العمليات القبلية وهي المتعلقة ببساتين أشجار الزيتون. اليوم الفلاح لازم يتحكم في عمليات الحرد، التسميد، وكذلك الاعتناء بأشجار الزيتون اللي هي هذه العملية غايبة، ونعمل على توسيعها بين الفلاحين. أيضا المكافحة الفيتوصحية لأشجار الزيتون والآفات التي تضر بالمردود واللي راح يتخرج إن شاء الله يعني في المردود، يعني في مردود ونوعية الزيت. نتكلم أيضا على مراحل بعدية وهي المعصرة، وهي سلسلة الإنتاج داخل المعصرة. اليوم مالك معصرة لازم أيضا يتحكم في مراحل استخلاص زيت الزيتون من وصول حبات الزيتون إلى المعصرة إلى غاية يعني إنتاج زيت الزيتون وكيفية توظيفه في المخازن داخل المعصرة. نتكلم أيضا على مرحلة مهمة جدا واللي راهي غايبة يعني للأسف على المستوى المحلي، ولكن نعمل على أن هذه المرحلة تكون، وهي التوظيف والتعليم والتسويق. اليوم هنا في الجزائر أو في ولاية جيجل نتكلم على توظيف أو بيع زيت الزيتون خام. يعني اليوم أي مشتري لزيت الزيتون يتقدم إلى معارف ملاك بساتين أشجار الزيتون أو المعاصر اللي عندها يعني من نقاط للبيع، ولكن زيت زيتون الجيجلي أو الجزائري ما يوجدوش في الأسواق والمحلات التجارية. هذا ما نعمل عليه، وهي مرحلة مهمة جدا في تثمين زيت الزيتون. تكلموا على مرحلة رابعة والتي هي مهمة جدا، وهي الاستدامة في الإنتاج وكذلك حماية المحيط والبيئي، المحيط البيئي والوسط الفلاحي، لأنه كما نعرف معاصر الزيتون هي مؤسسة مصنفة عندها قانون ليحمي وكذلك يرخص الاعتماد أنها تعمل، وعندها مخلفات صلبة وسائلة واجب نتحكموا فيها. ونتكلموا حول يعني إنشاء مؤسسات جديدة شبانية باستغلال يعني الجامعات للاستثمار في هذه المخلفات وتدويرها وإدخالها وتشبع عندها قيمة مضافة. طيب، وسنسلط الضوء بالصوت والصورة على كل ما تفضلت به من خلال هذا الربورتاج الذي أعده الزميل عبد الرحمن شمعوني، والذي يسلط فيه الضوء على التطور الحاصل في إنتاج زيت الزيتون بولاية جيجل. بساعات الصباح الأولى تخرج الأسر الجيجلية بشكل يومي لجمع ما تيسر من ثمار هذه الشجرة المباركة، معتمدين بذلك على أدوات بسيطة وجهد بدني كبير لاستخراج زيت ذي جودة عالية. نوضع الخمسة كالعام نرى اللاكات، نجيب العائلة ديالي ونجيب اللاكتون نتغداو هنايا، نضربو بكسبة ساعة في الأرض، ديك ساعتك ونلموه نحطوه في الشكاير نديوه للطاحون. نجيو بيا جيبوا الغداء معنا نتغداو هنا تحت الشجر لقطو ديم فط بكسبه دي طرف السلوم لقط في الارض. العام هذا على بالي الفراش في الارض، لا باغي نطمو فيه. لا كاين الحك الوقت هذا كنعودوا فرحانين، نديو الزيت لولادنا نطيبوا به بويشة، نطيبوا به الكسره ديب التمر، نطيبوا به نخدموا به مسفوف، نخدموا به كلش. وحتى وإن اختلفت طرق جني حبات الزيتون هذه، تبقى من العادات الراسخة والتقاليد القديمة التي يحرص هؤلاء النسوة على التمسك بها وإحيائها كتراث أصيل. هذه عادتنا من جدودنا من بكري، كنا والدينا يلكتو، عادوا لنا والدينا تبعناهم احنا، وحنا دروكا وفيها اللكتو، ونعيدوا لأولادنا. ماشي بحال اللي يروح لهم ما يعرفوش يلقطوا. في الليل نوجدوا الغداء ونوضوا مره بالكري ونجيو لهنيتي مره. العاده ديالنا نحوتوا نخدموها وما نبطلوهاش، نزيدوها لولادنا باش ما يبطلوهاش مره. تعتبر شعبه الزيتون من اهم الزراعات على مستوى ولايه جيجل، تحتل مساحه تقدر ب 21 الف هكتار، حيث خلال هذا الموسم نتوقع انتاج ازيد من 5 مليون لتر من الزيت.
فبعد العديد من التجارب الناجحة تعد شعبة زيت الزيتون داعما كبيرا لقطاع الفلاحة بولاية جيجل ومؤشرا قويا يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني. طيب بالعودة لما تبعناها الآن أستاذ توفيق باقة، هذا يعني أن ولاية جيجل خاضت أيضا تجارب إنتاج بعض المواد التي لم تكن سابقا ربما تشتهر بها الولاية، ولكن رغم ذلك حققت نجاحات أيضا، ما هو سر تحقيق هذه النجاحات أستاذ؟ إذا خليني ولو في عجالة نعطيك مثلا شعبة الفراولة اللي هي حديثة العهد بالولاية. نذكر مثلا على سبيل المثال سنة 2002 كانت الولاية عندها هكتارين فقط من الفراولة، الآن رانا نحصيو في 560 هكتار بما بقوة إنتاج ولا بكمية إنتاج فوقنا 200 ألف قنطار ندخوها في كل عام في السوق، وما لهذه الكمية من حركية اقتصادية اللي درها الولاية بحركة بالولايات، لأنه جميع لوحات الترقيم نلاحظوها في ولاية جيجل جيت تقتني الفراولة وتوزع عبر ربوع الوطن، على غرار كذلك معنا ولاية تيبازا كذلك اللي معروفة بالفاكهة هذه. إذن كذلك لما لا يتجه الإخوة الفلاحين إلى زراعة الموز اللي حقوا فيها نجاحات باهرة جدا، بالخصوص أنهم اتجهوا إلى الاستثمارات هذه اللي كما قلت ضخمة شوية، لهذا السبب اتجهوا إلى وجد المرافقة تاع الدولة الجزائرية من خلال الصناديق اللي ذكرتها سابقا، وتحصلوا على قروض وأنجزوا هذه الاستثمارات، والآن رانا نلاحظوا الموز الجيجلي يباع على حواف الطرقات وفي المحلات التجارية، ويساهم ولو بالنزر القليل في الحفاظ على الأسعار تاع السوق وضبط السوق، والعملية راهي تشهد ارتفاع كبير، عندنا حوالي أكثر من 6 هكتارات كلها مغطاة بهذه البيوت البلاستيكية، أكثر من 18 مشروع تاع ليميتي شابيل هذول البيوت البلاستيكية متعددة القباب، وتحكموا في المسار ديالو، تحكموا في الانتاج تاع الشتائل ديالو هنا محليا على غرار الفراولة كذلك اللي تحكموا وصاروا ينجوا الى عمليات الاكتار تاع شتلات الفراولة محليا من خلال المستثمرات ديالهم في مسعى من الاخوة الفلاحين في التقليل من كما يقولوا سعر التكلفة تاع الانتاج تاع الفراولة. اذا نجحوا الى الاكتار ونجحوا ايما نجاح، وخليني نقول لك العام هذا مثلا أكثر من 85% مما هو مزروع في جيجل كله تمت الإكتار ديالو محليا من خلال مجهودات الإخوة الفلاحين، في إلى وقت قريب كانت كلها مستوردة، وصلنا إلى نستورد 22 مليون نقلة إلى جيجل تاع الفراولة. الآن كما سبق وذكرت أغلبية المستثمرات راهي تعتمد على الإنتاج المحلي من خلال الإكتار، وإذن هنا نقول باللي الفلاح الجيجلي هو فلاح مبدع، هو فلاح طموح. انتقلوا إلى أقاصي الجنوب، عندنا مستثمرين في الجنوب في بسكرة، عندنا في الطرف اللي نقلوا التجربات على الفراولة للتم، في مسعى منهم إلى الحصول على العقار الفلاحي أين تتوفر أوعية عقارية كبيرة، كما نعرفوا العقار في ولاية جيجل نادر و شحيح جدا. طيب هذا يعني أستاذ علاب أن هناك نجاحات تحققت بولاية جيجل في اختصاصات فلاحية لم تكن منتشرة في الولاية، وربما أبرز شعبة تقدمت فيها الولاية هو شعبة الزيتون وزيت الزيتون، ما الذي توفر حتى أحرزت الولاية هذا التقدم أستاذ؟ صراحة الأخ الكريم أنه اليوم المقاربة التي وضعتها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية لتنمية وعصرنة قطاع فلاحة اللي يمتلك أداء عالي وعصرنا لمختلف النشاطات وكذلك هيكلة كل الفاعلين على المستوى الميدان، خلاتنا اليوم كمستشارين على مستوى ولاية جيجل وكمقول واقفين على الدعم والإرشاد الفلاحي على مستوى الولاية أننا نطبق هذه التعليمات على مستوى الميدان. اليوم نتكلم كمستشار في شعبة الزيتون ضمن برنامج دعم القطاع الفلاحي بازا، واللي يعني قمنا بالتوسع توسعنا في مختلف المراجع
اللي خاصة بشعبة الزيتون في عدة مراحل. نعم. وتم التكوين في 34 مرجع خاص بشعبة الزيتون. هذه المراجع مع 60 مستشار من 8 ولايات، ونذكرهم هي ولاية تيزي وزو بجاية وبويرة سطيف بوشبوعريريج المدية وبومرداس وسطيف. هنا كان 60 مستشار تم تكوينهم في إطار هذا البرنامج. العمل المباشر نتاعهم هو تطبيق كل المعلومات اللي هزوها وتستفادوا منها من هذه المراجع وتطبيقها وتكوين الفلاحين على مستوى الميدان. الهدف الثاني أنه اليوم نعرف زيت الزيتون المنتج، ما هو أجود وما هي مميزات زيت الزيتون ذو الجودة العالية. اليوم لازم المستهلك المواطن الجزائري لازم يعرف هذا الشيء باش نسميه ونقوله أنه هذا زيت الزيتون عالي الجودة. هناك طريقتين نحتكم بها، وهي التحاليل الكيميائية المخبرية لتقوم بها يعني مخابر معتمدة سواء هنا في الجزائر أو من طرف المجلس الدولي لزيت الزيتون. عندها ثلاث معاملات مشهورة، منها درجة الحموضة، درجة البيروكسيد، وانكسار المعامل انكسار الأشعة الضوئية. هناك أيضا تحاليل حسية، لأنه اليوم نتكلموا على منتوج استهلاكي عنده ذوق. صحيح. ومعروف أنه يعني زيت الزيتون في ولاية جيجل عنده مذاق خاص، وهذا بفعل ظروف المناخية. هناك يعني مختصين في هذا المجال ليقولوا ويقدروا يعتمدوا هذه المميزات الموجودة في ذوق زيت الزيتون، واللي باش يكون عندنا زيت زيتون ذو جودة عالية لازم نحترموا كل المراحل اللي تم ذكرها من الميدان حتى المستهلك. جيد. وهذا أمر مهم جدا بالتأكيد. الآن أستاذ توفيق باقة، نحن نعرف أن غرفة الفلاحة ربما من الأدوار الأبرز التي تقوم بها هي التكوين، والأستاذ قبل قليل قدم جملة من المعطيات الهامة يتوجب على المهنيين قطاع الفلاحة أن يتكونوا فيها خاصة في إنتاج الزيتون. هل هناك اشتغال على هذا المقصد؟ نعم، من لب انشغالات الغرفة الفلاحية ولا من لب المهام تاعها هو الهيكلة تاع الإخوة الفلاحين، هو التكوين والإرشاد الفلاحي. في كل سنة مئات الحصص الإرشادية اللي نقوم بها، وهي حصص جوارية اللي نستهدف بها فئة من الفلاحين أو شعبة ما من الفلاحين. العام هذا رانا مسطرين في برنامج طويل وعريض بالخصوص الشعب الاستراتيجية. كلنا نعرف، وأخي عبد العالي في شعبة الزيتون، هي الممارسات السليمة اللي تعطينا زيت ذو جودة عالية. الممارسات السليمة لما نتكلم عليها من البستان، من الحقل إلى المعصرة انتهاء بعمليات التعليب والتوضيب وما إلى ذلك. إذن لازم نبدأ ونعلموا الفلاح ولا الفلاحة الجيجلية كيفاش تتعامل مع شجرة تاع الزيتون، كيفاش تجني الثمار تاع الزيتون للحصول على زيت الزيتون اللي يكون ممتاز، وهكذا تمن المنتج ديالها جيدا. كذلك عندنا شعب، البارحة فقط كنت في يومين تكوينيين فيما يخص عمليات تجفيف الطماطم الصناعية، عمليات تجفيف تاع الطماطم الصناعية اللي مهمة ومهمة جدا، لأنه الإخوة الفلاحين كاين البعض منهم يزرع الطماطم ولما يجي للإنتاج ما يعرفش واش يخدم بالإنتاج تاعو. إذن كان المسعى تاعنا أننا في إطار شراكة وفي إطار اتفاقية مع معهد الوطني المتخصص بجالما، إطار اتفاقية لتربط الغرفة الفلاحية، بعتونا مكونين من تم، وكانت يومين تكوينيين ناجحين بامتياز في مجال تجفيف الطماطم الصناعية. جميع الشعب، جميع المتطلبات، نحن كلنا أذانا صاغية للإخوة الفلاحين لما يطلبونا. قال مثلا في شعبة ما راهم عندهم نقص، احنا نستدعي أولو العلم، المعاهد تاعنا راهي معاهد وزارة الفلاحة راهي متوفرة، نستدعيهم ونقيم مثل هكذا تكوينات فلاحية بغرض الرفع من المستوى تاع الإخوة الفلاحين ولا لتذكيرهم بما هو جديد، لأنه كل شيء يأتي بالتكنولوجيا الحديثة، بالمكننة، بالعصرنة، كل شيء يجي
بالعلم. طيب وتحدث قبل قليل أستاذ عن المعاصر، وتتنوع معاصر الزيتون بولاية جيجل بين عصرية وتقليدية. عبد الرحيم شمعون يفصل أكثر. كل موسم جني الزيتون يقوم هؤلاء المواطنون والمزارعون بأخذ محاصيلهم نحو هذه المعاصر التي تعرف طلبا كبيرا على خدماتها التحويلية، فمنهم من يفضل المعاصر الحديثة التي عمد على إدخالها بعض المستثمرين لاستخراج زيت لجودة عالية. نحوشه هنا نلقطوه ونجيبوه لهنا، يا المعصرة عند السيد هذا المعصرة تاعو مليحة ونقصدوه بزاف. مواطن مقسنطرينة جيت هنا كل عام يجي يشريو منا الزيتون، زيت تاعو مليح وعنده زيت فيه البنة تاع الزيتون هكا وفيه الاريرغو مليح، والحمد لله راني جيت شريت لي والله فامي خوتي والوالدة والوالد وكذا جو نعصرو نجيبو الزيتون تاعنا من مشتا الحالة الله يبارك مطورة مسقمة كل حاجة على ما يرام. ورغم التطور الهائل في وسائل عصر الزيتون يفضل الكثيرون المعاصر التقليدية والتي لا زالت تحتل جزءا كبيرا على مستوى الولاية. كل عام نجي ونرحيو الزيت منا ونرحيو نديو منا الزيت، والمعصرة التقليدية وانا نفضل المعصرة التقليدية ما بزيت تاعها يجي بنين ويجي دوك مختلف على طواحين الكتريك. جيت مسكي كدا جيت للمعصرة التقليدية هذه جبنا الزيت كل عام نجي ونديو من هنا. رانا نستقبلو في المنتوج تاع الفلاحين ونعصرو بطريقة تقليدية ويخرج الزيت جودة عالية، ونتمناو إن شاء الله يكون الإنتاج الفلاحين وافر. هذا وتحصي ولاية جيجل أزيد من 170 معصرة ذات قدرات إنتاجية تفوق 5900 لتر يوميا من أجود أنواع زيت الزيتون بالجزائر. طيب الآن تطور كبير جدا حصل في قضية عصر الزيتون أستاذ، وهناك استخدام واسع النطاق للمعاصر العصرية أستاذ. نعم، هو نتكلم في ولاية جيجل قلنا أنه عندنا 176 معصرة منها 54 معصرة حديثة، وهذا بفعل يعني القروض وكذلك الدعم الدولة اللي موجه لترقية وتحديث وعصرنة المكننة في القطاع الفلاحي. ومعصرة الزيتون هي من بين هذه المكننة. اليوم نتكلموا على 54 معصرة حديثة، واللي نقولوا أنه اليوم إذا كان المستثمر الجزائري وكذلك مالك بستان معصرة الزيتون حاب يكون عنده زيت يعني يحافظ على كل ممتلكات والإمكانيات وكذلك المكونات الهامة في زيت الزيتون، حافظ عليه خاصة النظافة والنظافة الصحية داخل المعاصر، هذه المعاصر الحديثة هي تلعب الدور الكامل لإنتاج زيت زيتون ذو جودة عالية. نقولوا كما المثل الشعبي الجزائري، القديم الجديد حبه والقديم ما تفرط فيه. نعم، اليوم هذه المعاصر التقليدية هي عندنا 94 معصرة على مستوى الولاية، يعني فيه إيامات تحسيسية وخراجات على مستوى هذه المعاصر لتحسين مختلف المراحل والتخلص من نقاط الخطر الموجودة داخل هذه المعاصر، لأنها تعتبر مؤسسة مصنفة ذات إنتاج منتج استهلاكي وهو زيت الزيتون. معنى هذه المعصرة هناك عدة نقاط مخاطر اللي ممكن تضر زيت الزيتون ونوعيته. اليوم احنا ملاك هذه المعاصر التقليدية بالخرجات التحسيسية نتاعنا نركز على أول حاجة النظافة، احترام المفاصل تاع الزيت، يعني تنظيف خاصة لصاك اللي يحطوا فيهم العجين، لأنه كل العملية تقام على خارجيا على عكس المعاصر الحديثة اللي يدخل حبات الزيتون وتخرج زيت يعني بعيدة جدا وبعيدة كل البعد عن المؤثرات الخارجية. وهذه الجهود هي التي ربما كللت برفع ربما جودة منتوج زيت الزيتون بولاية جيجل، وأهلت العديد من مهني الولاية للحصول على تتويجات حتى خارج الوطن. نعم، فيه يعني عدة معاصر اللي تحصلت على ميداليات، نتكلم على معصرة مفتاح ببلدية سطارة اللي يعني استفادت من الميدالية البرونزية في معرض سيال، وهذا يعني مكسب للولاية وهو يعني حط التنافسية على مستوى الولاية ما بين المعاصر. لما قمت بحملة ولائية لزيارة كل المعاصر وكان في 2021 قلت بأن ولاية جيجل تمتلك جواهر ولكن ممكن عليها شوية الغطاء. هذه الجواهر هي ملاك معاصر زيتون يعني
يمتلكون ويمتهنون هذه الميناء ابن عن جد، يعرفون كل طرق السليمة لجني واستخراج زيت الزيتون. ما علينا إلا هذه المرافقة، وهذه هي دور المستشار في لحين. أقول يعني زيت الزيتون وهذه الشعبة في الجزائر لازمها نهضة. نحن هنا كمستشارين في لحين عملنا هو مرافقة كل الفاعلين في هذه الشعبة، ملاك باسة الأرجنتيون، ملاك المعاصر، وكل من يخدم هذه الشعبة جي. لتطوير هذه وتنمية الشعبة في الولاية الجديدة بإذن الله تعالى. أستاذ عبد العالي علاب، شكرا جزيلا لك على الإثراء والإفادة، واللقاء بك يتجدد قابل الأيام بحول الله. الأستاذ توفيق باقة رئيس الغرفة الفلاحية لولاية جيجل، شكرا جزيلا لك أيضا أنت على الإثراء. مشاهدينا الكرام، في هذه اللحظات يرفع على مسامعنا آذان صلاة العصر بتوقيت عاصمة البلاد وضواحيها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، صدق الله العظيم. الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. مشاهدينا الكرام، لازلنا معكم ولازلنا أيضا في استعراض ملفات هذا الفضاء الإخباري، وإلى ملف هام آخر يتعلق هذه المرة بالإنجازات التي تحققها البلاد في مجال التحول الرقمي. في عدد اليوم سلط الضوء على التقدم المحرز في شركة نفطال، ومن أجل تفاصيل أكثر حول هذا الملف أسعد بأن يكون ضيفي السيد بوعلام رباح، وهو الإطار المركزي لا
لدى شركة نفطال. سيدي مساء الخير، أهلا بك إلى هذا الفضاء الإخباري. بالتأكيد شركة نفطال على غرار العديد من شركات الوطنية فعالة استراتيجية وطنية من أجل إحداث التحول الرقمي، هل ممكن بعض التفاصيل حول هذه الاستراتيجية؟ شكرا سيدي، مساء الخير لجمهور القناة تلفزيون القناة الثالثة والجمهور العريض. كما تقدم لكم بالشكر لإتاحة نفطال هذه الفرصة لعرض أهم مشاريعها في مجال الرقمنة والتحول الرقمي. أكيد مؤسسة نفطال كغيرها من المؤسسات تسعى لمواكبة التحول الرقمي من خلال دمج تقنيات التحول الرقمي في جميع المجالات داخل المؤسسة من أجل زيادة الكفاءة وجودة الخدمات. في إطار تطبيق توجيهات الاستراتيجية للسلطات العمومية، قامت نفطال بوضع برنامج لتطوير وعصرنة أنظمتها يرتكز حول محورين أساسيين. المحور الأول يتمثل في إنشاء وعصرنة بنية تحتية من خلال إنشاء مركز بيانات أساسي في العاصمة. هدفه مركز بيانات رئيسي يحتوي على أحدث المعدات والأنظمة، يعمل باستمرارية 24 ساعة لكافة أيام الأسبوع، ويربط أزيد من 700 وحدة إدارية لنفطال، كما يمكن من تخزين كل المعلومات التي والبيانات للمؤسسة. إنشاء مركز بيانات ثانوي خدمته أو موجود خارج العاصمة لضمان ديمومة وسيرورة استمرارية الخدمة في حال تعطل مركز البيانات المركزي. وهناك ربط وتحسين شبكة نوعية الاتصالات بين الوحدات ومركز بيانات المركزي، مركز البيانات الرئيسي. إذن كما قلت إنشاء ربط وتحسين نوعية الاتصالات بما تتيحه تقنيات الربط من الموجودة في مجال هذا يعني أن هناك استراتيجية وهناك أيضا جهود بذلت على المستوى العملي من خلال استحداث هذه المراكز سواء المركزية وحتى الثانوية التي تشكل آليات دعم لمركز البيانات المركزي. هناك أيضا جهدا بذل وهناك أيضا إنجازات تحققت في مسألة تجهيز ربما محطات نفطال عبر كامل ولايات الجمهورية بما يعرف بأجهزة الدفع البنكي، هل ممكن تفاصيل أكثر حول هذه المعطيات وإلى أي حد تقدر أن المواطن يستخدم أجهزة الدفع هذه أستاذ؟ الحمد لله، فهو في إطار القانون الذي أطلق سنة 2019 من أجل إتاحة ويفرض على التجار وكل المهنيين إتاحة للزبون استعمال البطاقة البنكية. إذن نفطال أطلقت قبل عامين هذه الخدمة كمرحلة تجريبية في بعض المحطات بالعاصمة وولاية البوليدة، ثم في مارس 2023 أطلقت هذه الخدمة على كافة محطات الوقود عبر التراب الوطني، محطات الوقود ذات التسيير المباشر. اليوم نحصي 400 محطة توجد بها هذه الخدمة، زائد 94 مركز تخزين وتوزيع الوقود. مثلا يستطيع المواطن عندما يذهب إلى مركز تحويل السرغاز أن يدفع بهذه البطاقة البنكية. نحصي اليوم أكثر من 700 نهائي موجود عبر محطات نفطال ذات التسيير المباشر. لدينا نحصي اليوم كذلك، عدنا بعض الأرقام، أكثر من 215 ألف معاملة تجارية في محطة نفطال بين الزبائن ومحطة نفطال. ممتاز، يعني فيه استخدام لهذه الآلية. فيه استخدام مبشر إن شاء الله. دونك هذا هو. وكما يمكن لمستخدمي البطاقة الذهبية والذين هم يمثلون
في حجم المعاملات الذي يفوق 400 مليون دينار جزائري. حجم المعاملات بالبطاقة الذهبية يفوق 70%. إذن فبعد هذا الدمج بين البطاقة الذهبية والبطاقة البنكية الحمد لله في محطات نافطال كما هي يمكن استعمال هذه البطاقة. طيب ربما المشاهد الآن يقول ما الذي سأستفيده عندما يكون الدفع إلكترونيا مقارنة بنظام الدفع القديم؟ بالنسبة للزبون يكون الدفع بالبطاقة البنكية آمن وغير مكلف، هذه واحدة، لأن الرسوم التي تطبق على التاجر وليس على الزبون. هذه أولا. ثانيا تمكن الزبون من ترصد وتتبع كل تكاليف الخاصة بالمعاملات الدفع بالبطاقة البنكية أو الذهبية. بالنسبة للمؤسسة، المؤسسة عندنا لديها فوائد كثيرة في استعمال هذه البطاقة الذكية البنكية، كنقص السيولة ومشاكلها، نقص كذلك النقص توفر استخدام السيولة المباشرة، توفر استخدام السيولة، وتواكب أيضا التطور الحاصل في البلد والماضي باتجاه الدفع الإلكتروني عوض السحب الإلكتروني فقط. أستاذ، هناك مصادر من شركة نفطال يقولون أن هناك اشتغال أيضا على استخدام حتى التطبيقات البنكية والبريدية في أجهزة الهاتف النقال في عملية الدفع. إلى أي حد هذه المعلومات دقيقة، وهل تشتغلون على ذلك أيضا؟ الحمد لله هناك مرحلة لتحضير بمعية بمؤسسة بريد الجزائر، نحن بصدد تحضير الخطوات الأولى لإطلاق خدمة الدفع بالرمز باستعمال الرمز أو بالطريقة الغير تلامسية، تسمى الطريقة غير التلامسية، وهي غير مكلفة مثل خدمة الدفع الإلكتروني بالبطاقة البنكية. طيب الآن بالتأكيد أي آلية جديدة وأي خطوة جديدة تسبقها عملية استشراف، بمعنى تقدرون أنتم حجم أو حدود تجاوب المواطن مع هذه الآليات الجديدة؟ كيف تقدرون لحد الآن تجاوب المواطن مع هذه الآليات الجديدة فيما يتعلق بالدفع الإلكتروني؟ الحمد لله الأمور محفزة جدا جدا. عندما تنتقل في شهر مارس باستعمال البطاقة البنكية من 8000 معاملة، في نهاية العام تصل إلى 58 ألف معاملة، فهذا مؤشر إيجابي جدا جدا ومحفز، وهذا ما جعل نفطال تنطلق في تحضير عملية الدفع وتوفير كل خدمات الدفع الإلكتروني بما فيها عن طريق خدمة الدفع غير تلامسية، وهي باستعمال الهاتف النقال من خلال توظيف ما يعرف بالكود QR كود. أيضا بالإضافة إلى كل هذه التجهيزات وكل هذه الآليات وكل هذه الجهود التي تفضلت باستعراضها، ما هي جملة الآليات الأخرى التي تشتغلون أيضا على تعميم تفعيلها عبر محطات نفطال؟ هناك خدمة نفطال كارد، وهي خدمة إلكترونية موجهة لكافة المتعاملين من شركات عمومية وخاصة في نفطال، ونحن نحصي اليوم أكثر من 34 مليون معاملة تجارية في هذه الخدمة. كذلك لدينا تطبيق في متجر جوجل بلاي، يمكن للمواطن تحميله على متجر جوجل بلاي، وهو نفطال خدمات. هذا البرنامج هو تطبيق تفاعلي ترويجي يسمح للمواطن بتتبع مسارات محطات الخدمات لنفطال والمحطات الخاصة المعتمدة من طرف نفطال. لدينا أزيد من 2200 محطة خاصة وذات تسيير مباشر، أكثر من 90 مركز لتخزين العجل وبيع العجلات، مراكز تحويل السيرغاز. كذلك يمكن للمواطن عند استعمال هذا التطبيق نفطال خدمات يستطيع
لديه إرشادات السلامة والأمان باستعمال قارورة الغاز، وخاصة ونحن في هذا الشهر صحيح فصل الشتاء البرد خصوصيا. نسأل الله العافية لنا ولجميع مواطنينا الكرام إن شاء الله. كما يحتوي على شروط السلامة والأمن في استعمال العجلات، يحتوي كذلك على بطاقات تقنية لكافة منتوجات نفطال، مما يساعد الزبون للتحصيل على أي مادة تساعده في سيارته. طيب، كل هذه الجهود التي تبذل والإنجازات وربما الإمكانيات التي تضعونها في خدمة الزبون، بالنهاية هل هناك حملات توعية وتحسيس بضرورة استخدام المواطن لكل هذه الإمكانيات المتاحة؟ إن شاء الله نحن مع المديرية مع المديريات المختصة في هذا النطاق في هناك اشتغال على تحقيق هذا اشتغال المقصد. نعم. لتحسيس المواطنين من أجل استعمال هذه التطبيقات. طيب السيد بوعلام رباح، الإطار المركزي لدى مؤسسة نفطال، شكرا جزيلا لك على الإثراء والإفادة، ويتجدد اللقاء بك بالتأكيد قبل الأيام بإذن الله. مشاهدينا الكرام، فاصل بعده نواصل. شكرا. في رحلة البحث عن الحقيقة خلف كل خبر، تنغمس في عالم القصص الخبرية بطريقة لم تشهدها من قبل. رحلة تمثيلية بين العوالم الحقيقية والافتراضية لاكتشاف الأحداث بعمق. تحليلات ومقابلات تكشف النقاب عن الجوانب الخفية. تقصي يقدم لكم أفقاً جديداً للفهم، لأنه وبكل بساطة دائماً يوجد المزيد للكشف عنه. تقصي الموسم الثالث مع فاطمة الزهراء عماري، الأحد 55 دقيقة على القناة الثالثة الإخبارية. أي دور تؤديه إذاعة إفريقيا أفان في إفريقيا؟ وإلى أي مدى يمكنها التأثير على السياسة الإعلامية المفروضة على القارة؟ ما هي تفاصيل الفضيحة المغربية التي فجرتها جريدة جونافريك، والتي بموجبها تم توقيف شخصيات سياسية ورياضية وأمنية بالمملكة المغربية تنتمي لشبكة دولية أغرقت إفريقيا 40 طنا من المخدرات خلال بضع سنوات؟ هل حققت الجزائر لحظة فارقة في مجلس الأمن الذي تبنى مقترحها بالإجماع؟ وإلى أي مدى ستنجح هذه المرافعة في تحصين الفلسطينيين من التهجير القسري؟ نسأل أيضا في هذا العدد، كيف تمكن مؤسس جمهورية الريف عبد الكريم الخطابي من مجابهة الاحتلال الإسباني والفرنسي وإلحاق هزائم في صفوفهما؟ ثم من وشى بالرجل ومن حرض الفرنسيين على نفيه إلى جزيرة لاريونيون؟ البعد الإفريقي مع فوزي إيتالي، الجمعة 56 دقيقة على القناة الثالثة الإخبارية. ما زلنا معكم مشاهدينا الكرام عبر هذا الفضاء الإخباري، وإلى ملف آخر يتعلق الأمر هذه المرة مشاهدينا بالنجاحات النوعية التي تحققها المؤسسات الناشئة على امتداد ولايات الجمهورية وفي كل التخصصات. في عدد اليوم نسلط الضوء على الدور أيضا التي تقوم به حاضنة الأعمال جامعة بومرداس في مرافقة المؤسسات الناشئة في كل الكليات والجامعات، خاصة كلية المحروقات والكيمياء. ومن أجل متابعة الملف أسعد بأن يكون ضيفي الدكتور بوعلام رباح، وهو عضو حاضنة أعمال جامعة بومرداس. دكتور مساء الخير، أهلا بك إلى هذا الفضاء الإخباري. أو الأستاذ عبد الحكيم داوي، الدكتور عبد الحكيم داوي عضو حاضنة الأعمال بجامعة بومرداس. دكتور، بالتأكيد حينما نتحدث عن المؤسسات الناشئة نتحدث عن حاضنة الأعمال التي دورها كبير في توفير أسباب نجاح المؤسسات الناشئة. حاضنة الأعمال بجامعة بومرداس هي واحدة من حاضنات الأعمال التي تشتغل على هذا المقصد.
أولا قبل كل شيء شكرا على هذه الاستضافة من طرف التلفزيون الجزائري العمومي. نحن في جامعة محمد بوكرة بومرداس، لدينا حاضنة كانت من الأوائل والسباقة في العمل الميداني منذ حوالي 2020 وإحنا في العمل الميداني. العمل كان هناك عدة أهداف للسنة الأولى، سطرنا أهداف باش نسيو نلحقوا لها، اللي هي باك الأعمال اللي نقوموا بها أولا مرافقة الطلبة، من بعد كبرنا الدائرة ولينا ما نقولوش مهتمين بالطلبة ولو أننا داخل الجامعة، ولينا نعمل مع كل ساكنة ولاية بومرداس. أي إحنا ولينا نقوله صاحب المشروع، صاحب فكرة مبتكرة، كان جامعيا، كان أستاذ، كان موظف، كان عامل في الولاية، كان عامل في المؤسسات الإدارية، دائما نستقبل ونسي نرافق، لأن أي حامل مشروع يقول لك عندي فكرة، نعم نحتضنه، الكلمة بيتم معنا كلمة نحتضنه نرافقه بالتكوين، خاصة بالتكوين. الأيام الأول كانت التكوين، العام الأول، العام الثاني قسمناه نصف، عام 2021-2022 إلى أن أتى قرار 1275 اللي راح ندخلوا فيه في النقاش إن شاء الله. دوك قلت لك باللي عندنا حوالي السنة الثالثة ورانا نخدمه، والنتائج إن شاء الله راح نذكرها مع الوقت. أننا في الحاضنة، أولا كنا كحاضنة أولى، أنا بصفتي كنائب عميد كلية التكنولوجيا كنت الرافق في الزميل مدير الحاضنة اللي هو الأستاذ الشهب، نبلغوا له السلام من هذا المنبر. كنا نعملوا كفريق، ثم لحقنا إلى يوم هذا 23 سنة دراسية 23-24، وين ولات الكلمة المستعملة ولا كما نقول احنا لولاغو عند الوزارة الوصية واجهات الجامعة. الآن نتكلم عن واجهات الجامعة، وإحنا لحد الآن عندنا 5 واجهات، ألا وهي الحاضنة، مكتب الربط بين الجامعة والمؤسسات الخارجية الاقتصادية، عندنا سكون أبال الإيئة انتليجنس ارتيفيسيال، عندنا لوكاتي le centre d'appui de technologie et de l'innovation ou عندنا le CDE le centre de développement entrepreneurial. دونك هاد الخمسه اللي ولات هي الواجهه، والوزاره الوصيه هذا هو الهدف تاعها، انها في كل جامعه تكون عندها تخلق واجهه، وهذه الواجهه تشكل بالنهايه الجسر بين الجامعه والمنظومه الاجتماعيه والاقتصاديه. دونك هنا قمت بسرد بتيت كرونولوجي من اللي بدينا كحاضنه العمل. ما ننساش من هذا المنبر كذلك نشكر مدير الجامعة اللي كان أعطانا هذه الثقة وقدر يعطينا ثقة لأنه جاب الفكرة هذه. طيب سنواصل في هذه النقطة بالتأكيد، ولكن قبل ذلك الساعة تشير إلى تمام 4 مساء بتوقيت الجزائر، إلى غرفة الأخبار. نشاط إخباري من التلفزيون الجزائري، أهلا بكم. بداية وممثلا لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، يتوجه اليوم الوزير الأول نذير العرباوي إلى العاصمة الوغندية كامبالا للمشاركة في أشغال القمة 19 لحركة عدم الانحياز التي تنعقد تحت شعار تعزيز التعاون من أجل رخاء عالمي مشترك، وكذا في القمة 3 لمجموعة 77 زائد الصين المقرر عقدهما خلال الفترة من 19 إلى 23 من الشهر الجاري. الوزير الأول سيكون مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف. هذا وشارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف في اجتماع لجنة فلسطين التابعة لحركة عدم الانحياز بالعاصمة الوغندية كامبالا، وأكد عطاف أن الاحتلال انتقل إلى أعلى درجات الهمجية والوحشية، وهو يسابق الزمن ويسابق نفسه في ارتكاب أبشع الجرائم في حق الشعب الفلسطيني. وفي خضم العدوان المسلط على الشعب الفلسطيني والذي حول قطاع غزة من سجن جماعي إلى مقبرة جماعية، أن تحول الأنظار وتوجه الجهود ويركز الحديث حول ترتيبات ما بعد الحرب،
في حين أن المنطق والحاجة يدعوان إلى إعطاء وقف إطلاق النار وإنهاء العدوان الأولوية القصوى. إننا وإذ نثمن الموقف الثابت والتاريخي لحركتنا وتضامنها الدائم مع الشعب الفلسطيني، نعتقد أن المرحلة الراهنة تقتضي تقوية هذا الموقف وتدعيمه بتحرك دبلوماسي جدي يتوافق وخطورة الظرف الحالي في قطاع غزة وفي الضفة الغربية. ومن هذا المنظور فإن الجزائر تدعو إلى إعادة إحياء وتفعيل دور المجموعة المصغرة لدول حركة عدم الانحياز الممثلة في مجلس الأمن وتفويض هذه الكتلة باتخاذ مبادرات فعلية بهدف حمل هذا المجلس على الاطلاع بالمسؤوليات الملقاة على عاتقه. اختتمت اليوم بتونس اشغال مؤتمر الاعلام العربي الذي ينظمه اتحاد اذاعات الدول العربيه والذي خصص لموضوع الاعلام في عصر الذكاء الاصطناعي. وبالمناسبه القى وزير الاتصال محمد العقاب مداخله ثمن خلالها مخرجات المؤتمر مبرزا ان التكنولوجيا لم تؤثر على اهم القطاعات فحسب وانما اثرت على عناصر العمليه الاعلاميه كذلك. العقاب دان اغتيال الاحتلال الصهيوني للصحفيين في غزة للتعتيم على جرائم الإبادة الوحشية. إن مخرجات هذا المؤتمر وتوصياته نثمنها ونشجع اتحاد إذاعات الدول العربية ليكون قاطرة لتجسيدها. وبالمناسبة أجدد الإدانة للاستهداف المقصود للصحفيين في فلسطين المحتلة الذي خلف أزيد من 100 صحفي ضحية، وهي سابقة لا مثيل لها في التاريخ في مختلف مناطق النزاعات المختلفة. خلال جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة، كشف اليوم وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بيداري أنه سيتم قريبا فتح مسابقات لتوظيف أساتذة جامعيين مساعدين واستشفائيين، وهذا حسب احتياجات كل مؤسسة جامعية. وأوضح بيداري أن المناصب المفتوحة للتوظيف تخص الأساتذة المساعدين قسم ب ب1725 منصبا والأساتذة الاستشفائيين ب200 منصب والطلبة العائدين من الخارج ب75 منصبا سنة 2024. فالأعداد هي كالآتي: 1725 منصب مخصص لأستاذ مساعد قسم ب، 75 منصب مخصص للطلبة العائدين من الخارج والحاملين لشهادة الدكتوراه، 200 منصب مخصص للأساتذة الاستشفائيين، وبالتالي عدد المناصب التي سنقوم بتخصيصها للتوظيف خلال سنة 2024 هي 2000 منصب. إذن المجال سيفتح للجميع للمشاركة في مسابقة التوظيف في مختلف المؤسسات الجامعية والاستشفائية الجزائرية خلال الأسابيع المقبلة، بعد بطبيعة الحال الحصول على تأشيرة مصالح وزارة المالية. بغية التكفل بانشغالات سكان المناطق المعزولة في الهضاب العليا والجنوب الكبير وتوفير الخدمات الصحية والعلاجية وضمن برنامجها التضامني الوطني، أطلقت اليوم الشبكة الجزائرية للشباب بالتنسيق مع وزارة الصحة القافلة الطبية التوعوية طريق الوقاية في طبعتها الرابعة، والتي تضم أطباء جراحين متطوعين من مختلف الاختصاصات الطبية. أولا، الإرادة السياسية وهي النقطة الأولى لبلادنا ممثلة في السيد رئيس الجمهورية الذي يريد من قطاع الصحة أن يكون قطاعا رائدا ليس فقط في التكفل الصحي
بصورة العادية ولكن بالتكفل الصحي بكل الأدوات والمعدات التي تصل إلى مصاف الدول الكبرى. هياكل صحية في كل مناطق البلاد شرقا وغربا وجنوبا وشمالا. خلال زيارة تفقدية لعدد من مراكز التكوين والتعليم المهنيين بالعاصمة، وقفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو عند أهم الإنجازات التي حققتها المرأة الماكثة بالبيت إلى جانب فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدة أن هناك رغبة قوية تبديها المرأة للإسهام في تطوير الاقتصاد الوطني. طلعت على عينات من ذوي الاحتياجات الخاصة وأعجبت كثيرا وافتخرت بمنتوج استراتيجية الدولة بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة وكيفية إدماجهم في المجتمع. فيه إمكانيات رصدت في هذا الإطار سواء على مستوى قطاع التضامن الوطني أو على مستوى القطاعات اللي نعمل معها بالتنسيق ومع قطاع التكوين والتعليم المهنيين. نركز على طبعا التعليم البيداغوجي ولا هو التعليم المتخصص اللي يشرف عليه قطاع التضامن الوطني بالتنسيق مع قطاع التربية على مستوى المؤسسات نتاعنا اللي تبلغ 239 مؤسسة، 17 ملحقة وما يزيد عن 1300 قسم خاص على مستوى قطاع التربية الوطنية. شكل موضوع ترقية تحويل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات محور يوم دراسي نظمته الوزارة الوصية بالمركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات بيبو اسماعيل، حيث كشف وزير القطاع أحمد بداني أنه بهدف تعزيز الأمن الغذائي الوطني ودعم نشاط تحويل منتجات الصيد البحري ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين في مجال التحويل، كشف عن استحداث نشاطات لتحويل منتجات تربية المائيات. هناك تحفيزات جبائية، تخفيض بالنسبة لتحويل هذا السمك التيلابيا للرسم على القيمة المضافة 9% بدل 19% سابقا، وهذا الاحتكاك اليوم ما بين المتعاملين الاقتصاديين ما بين الباحثين على مستوى المركز البحث في الصيد البحري وتربية المائيات وما بين مختلف المتدخلين حتى يكون كاين احتكاك يكون كاين تبادل للتجارب من أجل المشاركة خاصة في تنويع الصادرات الوطنية من خلال تصدير هذا المنتوج. نظم اليوم مجلس قضاء البليدة ملتقا جهويا حول السياسة الجنائية وترشيد النفقات العمومية وذلك بحضور رؤساء المجالس ونواب عامين وقضاة وممثلين عن مختلف الأسلاك الأمنية لولايات الوسط. الملتقى الذي يسلط الضوء على الجهود التي تبذلها الدولة في عصرنة قطاع العدالة والسعي لإدارة إلكترونية قصد ترشيد النفقات العمومية سيخرج بتوصيات واقتراحات من شأنها تعزيز الثقة بين العدالة والمؤسسات ذات الصلة. نتدارس اليوم كيفية ترشيد النفقات العمومية المتعلقة بسير القضايا الجنائية، لأن هذه النفقات على عاتق الخزينة العمومية وبالتالي تدخل في إطار الحفاظ على المال العام. تشرفنا باستقبال واستضافة العديد من الزملاء رؤساء المجالس والنواب العامين في هذا اليوم، بالإضافة إلى قضاة مجالس الوسط، والموضوع الذي سيتناوله هذا اليوم ثري جدا بعدة مداخلات. في ذاكرة التاريخية وإحياء للذكرى 69 لاستشهاد البطل ديدوش مراد، نظم اليوم المتحف الوطني للمجاهد ندوة تاريخية لاستذكار المسار الجهادي للشهيد، حيث تم عرض وثائقي عن مسيرته وذلك بحضور عائلة الشهيد إلى جانب ثلة من رفقاء الدرب والمجاهدين الذين تم تكريمهم بالمناسبة. في
الشأن الفلسطيني وفي ظل استمرار العدوان الصهيوني والقصف الهمجي على الأبرياء العزل في مختلف مناطق القطاع، تجري اشتباكات ضارية ومعارك محتدمة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال التي تكبدت خسائر فادحة في خان يونس، حيث تمكنت فصائل المقاومة من تدمير عدد من دبابات الميركافا وقنص العديد من جنود العدو والإجهاز عليهم من مسافة الصفر، فيما استشهد نحو 20 فلسطينيا على الأقل صباح اليوم، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في قصف صهيوني لمنزل في رفح جنوب القطاع. يتزامن هذا مع دخول شحنة من الأدوية لفائدة مستشفيات القطاع تنفيذا لاتفاق بين المقاومة والاحتلال يشمل إدخال شحنة من المساعدات الإنسانية للمدنيين، يقابله إيصال أدوية للأسرى الصهاينة لدى المقاومة. من جهة أخرى، شددت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم على ضرورة مبادرة الإدارة الأمريكية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية كضرورة استراتيجية لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في العالم. إلى أخبار الرياضة ومستجدات كان كوت ديفوار، حيث من المنتظر أن يجري المنتخب الوطني اليوم حصته التدريبية قبل الأخيرة تحسبا لمباراة الجولة الثانية أمام بوركينا فاسو ظهر السبت المقبل. وبخصوص برنامج مباريات اليوم السادس من المنافسة الإفريقية، يواجه منتخب غينيا الاستوائية ضمن الجولة الثانية عن المجموعة الأولى منتخب غينيا بيساو بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال، فيما يواجه منتخب كوت ديفوار منتخب نيجيريا في السادسة مساء. اللقاء الثالث عن المجموعة الثانية يجمع بين المنتخب المصري ونظيره الغاني في التاسعة مساء. بهذا نصل إلى ختام النشرة، ألقاكم في نشرة الخامسة، السلام عليكم.
أعود إليكم إذن مشاهدينا الكرام، وأعود أيضا لضيف الدكتور عبد الحكيم داوي، وهو ممثل أو عضو حاضنة الأعمال بجامعة بومرداس. دكتور، أجدد الترحيب بك. بالتأكيد جامعة بومرداس معنية بشكل مباشر بالقرار المتعلق بشهادة مؤسسة ناشئة والاحتفاظ بالشهادة التقليدية. هل ممكن بعض المعطيات حول عدد المتخرجين بشهادتين أستاذ؟ نعم احنا عندنا مشينا لنا باع كبير، وعندنا نسبة معتبرة بالنسبة الوطنية. سجلنا في سنة دراسية 2022-2023 أكثر من 180 بروجي إنوفون، مشروع مبتكر كان سجل في المنصة تاع الحاضنة. بعد عملية غربلة مع اللجنة العلمية للحاضنة، ونعوض فيها يترأسها مدير الحاضنة، قدرنا نصفيه حوالي 100 من المئة. كانت المرافقة كانت لي 180 باش نكونوا متضحين، باسكو حنايا نديروا لهم تكوين فيما يخص المانجمنت، فيما يخص الضرائب، وباش فيما يخص باسكو هذا راهو طالب ولا راهو صاحب مشروع، صح عنده فكرة، غدوة دا لابيل تاعو ولا دا براعة اختراع. سجلنا كجامعة محمد بوقرب ومرداس 31 في براعة اختراع، 31 تسجيل على مستوى المعهد الوطني الملكية الفكرية. عندنا 14 وسام لابيل ستارت اب، باردون، من 14 عندنا 12 لابيل مشروع مبتكر، وعندنا دو لابيل تاع مؤسسة ناشئة. اليوم هاتف لي الاخ البروفيسور، وين عندنا لابيل جديد، وين لابيل هدايا يدخل في اطار احد المحاور اللي تخدم عليها الدوله الجزائريه والوزاره الوصيه، الا وهي صحه المواطن. اليوم كان عندنا لابيل اللي يتكلم على لوجيسيال ان تي تابليكاسيون كي ترافاي دون لا ميديسين. دونك اليوم دا لابيل تاعها، هذا شرف كبير للحاضنه، وشرف كبير للجامعه، وشرف كبير للمجموعه تاع صاحب المشروع. هذه معلومه جديده، هذه جديده اليوم انا في الرواق تاعكم هنا، ولحقتني انه راح طالب وجاب هذاك وصورناه وراه على الصفحه تاع كل التهاني والتبريكات. بالتاكيد وبالتاكيد هذا المشروع سوف يتم مرافقته عمليا، وهو مشروع مؤسسه ناشئه وسيجسد على ارض الواقع بحول الله. من فكرة تاعك تاع التجسيد، هذا هو قلت لك مقبل، درت انا بيتيت هيستوريك على الكيفيه كيفاش مشينا في حاضنه جامعه محمد بوقرب ومرداس بدعم الاداره، ما ننساهاش، بدعم كل عمداء كليات الجامعه اللي عندنا فيها 6 كليات ومعهدين، كل الدعم كان معنا، وعلى راسهم قلت لك مدير جامعه محمد بوقرب ومرداس. ومؤخرا في دردشه صغيره مع مدير الجامعه، وين حثنا اننا اون ايساي دافونسي. سي فري درنا عمليه تكوين، تحسيس تكوين، لحقنا عندنا الناس، عطينا لهم لي ديبلون تاع مؤسسه ناشئه براعة اختراع، حبينا نزيدوا ان اوتر بال قدام. عندنا اول جامعه اللي مدت، نقول لك اول، ما نقولش اوني لي برومي باك، مي اوني بارمي لي برومي اللي مدينا مفاتيح تاع كيما نقولوا حنايا مقر اجتماعي لهذا الشركة. اصحاب لابيل اللي غدوه يران بداو يخدموا منذ حوالي الدخول هذا الجامعي من سبتمبر، وما عطيناها لهم في جويي، درنا لهم لي كونترا تاعهم مده عام قابله للتجديد عام اخر، وراهم يعملوا وراهم في هذا. وعندنا الهدف تاعنا والمشروع الصغير اللي راهو عن قريب ان شاء الله، اللي هو المسرع لهذا، اللي راح يكون مسرع خاص بجامعة محمد بوقرب وخاص بالحاضنة تاع الجامعة، وهذا شيء يشكل إنجاز. ستامبا أون بليس إن شاء الله اللي رانا نخدموا عليه بإذن الله. جامعة بومرداس هي في الحقيقة تضم جميع التخصصات. نعم. تقريبا يعني، ولكن أبرز التخصصات هي تخصصات تكنولوجية، تخصصات. نعم. تقنية. نعم. كلية المحروقات والكيمياء هي واحدة من أشهر وأبرز الكليات التابعة لجامعة بومرداس، وهو ربما فضاء علمي ومؤسسة علمية وبحثية عالمية. دكتور، بالنسبة لقضية المؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة التابعة للكلية، هل ممكن فكرة حول طبيعة هذه المشاريع المبتكرة على مستوى كلية المحروقات وطبيعة مرافقة هذه المشاريع؟
احنا قلت لك العام اللي فات كي خدمنا باسكو احنا نهضروا بلو بيلون تاع 22 23. رانا في 23 24 رانا نخدموا رانا بدينا في العمل تاعنا في الطور تاع العمل. دونك فيما يخص كليه المحروقات، كليه المحروقات علاش نهضروا عليها؟ رانا في جونفي و24 فيفريو عن قريب راح تكون كلام، وراهي مسطره ديجا مسطره تظاهره علميه فيما يخص هذا اليوم الوطني. المؤسسات الناشئه نقدر نقول لك كاين عدد قليل، بصح كما يقولوا باللغه تاعنا البركه في القليل. كاين حوالي 2 من مؤسسات اللي خدموا مشاريع، ما نقولش نلحقوا المؤسسه الناشئه، لان هي اللي يعلم الجميع ان العمل تاع التخرج تاع سكون ابل بي اف رساله التخرج لطالبه ماستر 2 ولا اكس انجينير تاع هذا الدومين هيدروكاربور، العمل تاع الجامعه نخدموا حنايا دائما اون كونفونسيون مع سوناطرا شركات نفطيه. دونك الشركات النفطيه هذه وكل الاساتذه عندهم علاقات صحيح مع هذه الشركه الام الشركه الجزائريه، وغالبا تتبنى المشاريع بشكل مباشر. تتبنى المشاريع، كاين دي كونفونسيون، كاين دي كلوز دو كونترا، لربما الا انه مؤخرا درت اجتماعين مع استاذتين مسؤولين على هذا القيام، وين ان شاء الله بربي ابارتيغ دو ماردي بروشان راح يكون عمل خاص غير مع هذا الكليه، لانه شفنا باللي الكليه هذه نقدروا نستخرجوا منها، باسكو عندنا معلومات ان عده محاور اللي راهم يخدموا عليهم يقدروا يتحولوا ويتسدوا الى مؤسسات ناشئه. دونك العمل تاعنا راهو ان شاء الله قلت لك احنا نخدموا بار اوبجيكتيف. دونك الهدف تاعنا كما قلت انت نسيو نعطوا النظره ونشوفوا هذا لا فاكولتي دي زيدرو كاربير اللي هي الباك جامعه بومرداس كما تقدمت بها، اون لا فوكاسيون دان كاشي تكنولوجيك. دونك اون ايت اوبليجي دو فير سو ترافاي. سي فري النتائج عندنا اكثر من 65 مشروع للحق، حتى درنا لهم سكون ابل لا سوتونس تاعهم في ال 65 هذه عندنا حوالي قريب 48% نقدر نقول لك كلها من فاكولتي دي تكنولوجي. ممتاز. دونك وما نقولكش كي نقول صح سيفري تكنولوجي ومسينا ميم تقول انت دوك فاكولتي دو دروا، نعم فاكولتي دو دروا عندنا 3، فاكولتي دو جيستيون ايكونومي عندنا حوالي 8. دونك تشوف العمل وكل هاد الناس تاع ال 100 كلهم ايزون سوميسيوني في لا ستارت اب، سوميسيوناو في لي نابي. دونك كاين نتائج، هذه نتيجه تاع اليوم اللي قلتها مقبل، راهي رانا نستناو في النتائج الجايه لان العمل دائما يكون بالتواصل انه يعطونا ملاحظات احنا مع الطلبه هذو اللي نرافقوا طلبه، راني جامعي نحضر طلبه وانا ما نقول صاحب المشروع لانه يقدر يكون طالب وما يقدرش يكون طالب. طيب الان ذكرت جزئية هامة جدا وقلت أن 48% تقريبا هي مشاريع بأفكار تقنية أو باختصاصات تقنية، هل ممكن فكرة حول هذه الاختصاصات وهل هناك بعض هذه المشاريع من تجسدت عمليا في أرض الواقع دكتور؟ شوف لي عندنا اللي نقدروا رانا نشوفوا فيها باللي راح تدنا بيا، عندنا عمل قمنا به قاموا به المشرفين وإحنا كمشرفين تاع الحاضنة، il y avait un travail entre deux départements. جيد. Parce que le مشروع عمل بالشراكة بين قسمين تاع جيني الكتريك و جيني ميكانيك، وين قدروا يديروا لنا ce qu'on appelle un intelligent un compteur intelligent. Donc كان عامل بنسق، هادو راهم سوميسيونا في لو لابيل، مازال ما لحقوش لابيل مبتكر، مي هادو كيما نقول اللي رانا نشوفوا فيهم يقدروا غدوة يكونوا في الميدان. عندنا في ميدان نقدر نقول لك لي زابليكاسيون هما اللي باسكو ميم وزاره اقتصاد المعرفه والمؤسسات الناشئه والمصغره يمدوا اهتمام كبير لي زابليكاسيون لان الخدمات احنا الدعم باش ندعموا الاقتصاد الجزائري، باسكو ما تنساش باللي رانا نخدموا في هذا الاطار اللي هو رئيس الجمهورية حط تعجيل بالرقمنة خاصة رقمنة احنا فينا في الحاضنة رانا في الرقمنة، باسكو انا قلت لك اليوم لو لابيل تاع اليوم هذا داخل في الرقمنة تاع لي كابيني ميديكال، وين يقدر ينسق وين المعلومات تكون كيف كيف، وين يقدر سون فير اون راديو يقدر يحطها يقراها للطبيب اللي يكون هناك. دونك عامل ان شاء الله احنا لو كان هذه يطبق على مستوى ولاية بومرداس غدوة نقدروا نديروها على مستوى الوطن. دونك على الأقل احنا رانا نخدموا قلت لك مع ساكنة ولاية بومرداس مع طلبه، كي نقول طلبه في جامعه بومرداس عندنا من الصحراء، عندنا من نعم أكيد من الشرق كافه ولايه الجمهوريه، خاصه كما ذكرت انت قلت دوكا كليه المحروقات
كليه محروقات على بالك ملي كيجيب الباك الطالب الجزائري التلميذ الجزائري يصبح طالب انه سي كونكور ناسيونال معناتها راهي من جميع اقطار الوطن الحبيب. طيب يمكن جيد، ذكرت ايضا في بدايه النقاش ان دوركم يتركز على قضيه المرافقه. نعم. فيما تتمثل عمليه المرافقه؟ ما هي التفاصيل التي تشتغلون عليها في عمليه المرافقه استاذ؟ شوف المرافقه احنا الطلبه يجوا يسالوا عندك دي فوا يجي سؤال احنا اطراف قلت لك اكتسبنا خبره في الميدان في الحاضنه اطراف لي كيسيو نتصلوا دوك. اولا قمنا خاصة احنا كمكتب ربط بين الجامعة والمؤسسات درنا شراكة دي كونفونسيون مع شركات كسوا بريفي ولا ايطاتيك وخاصة مع الإدارة المحلية، خدمنا بزاف مع الإدارة المحلية مع مديريات الموجودة داخل الولاية مع السيد الوالي والسيدة الوالية اللي راهي الآن أنه باش نسيو نربطوا نسيو نديروا هذاك لا باسخال اونتر الجامعه الجسر. الجسر نعم الجسر هذاك نديروه ورانا دائما نخدموا عليه باسكو كيما يقول لك كي الشجره الشجره تروح تغرسها مي تقعد تطلع عليها مي اكثر منها شويه ما العنايه الدائمه لازم المداومه في العمل لازم المداومه باش النتيجه تكون. التكوين هو تكوين تقني بحث اي او ميم طون لا نجيبوا خبراء جبنا خبراء اللي رانا عندنا شريك اللي هو دائما راهو معنا اللي هي سكون ابل نيزدا دوكا اسمها اكس اونساج الوكاله الوطنيه لدعم وتنميه المقاولاتيه راهم مرافقين بكثره ورانا في مشروع اللي راح تطرح رانا نستناو الوزاره الوصيه تلقيه خلاص داروا لنا لا فورماسيون دي فورماتور اللي هي لو سي دي مركز تنمية المقاولاتيه سي دي سي لو سونتر دو ديفلوبمون انتربرونيال للعمليه ان شاء الله ديبي فيفري راح نقوموا بهذا التكوين لانه بالتجربه والخبره ان الافكار المبتكره المسجله على مستوى حاضنه جامعه بومرداس ليس كلها راح تصب في خانه مؤسسه ناشئه لانه حنايا عندنا قلت لك لجنه علميه اللي راهي تقوم بالعمل هذا وتسيد توريونتي توجه ممكن فكره لاباس بها تحول الى مؤسسه مصغره. دونك باش تحول الى مؤسسه مصغره معناتها حنايا الطالب ولا صاحب المشروع يجي اول سؤال هو الدعم المالي. الدوله كدوله حطت لنا عده ميكانيزمات وين تقدر تدعم من بينها قلت لك لاناد هذه. دونك كاين عامل راهو جاي اون باراليل بالتوازي مع المؤسسات الناشئه هناك مؤسسات مصغره راح يتكونوا وراح نديروا لهم من بيتي تيست ونعطوا لهم شهاده وين بالشهاده يمكنه ان يطلب دعم مالي. جيد. وزياده عن هذا تعلموا انه يوم 20 جانفي هناك سكون ابل المقاول الذاتي الاتفاق الرسمي مما تلاحظ ان الدوله كدوله عازمه ان تدعم الاقتصاد الوطني بهذا الكم والكيفيه الاخرى اللي تعتمد على المحروقات دونك عندنا عده عرفت يا بالاقتصاد باش يكون قوي لازم هاد لي بوتيتي مايز انتربريز هاد المؤسسات الناشئه اللي تخلق باسكو حنا نقولوا في جامعه بومرداس ولا اي جامعه على مستوى الوطن لو كان كل وحده فينا كل عام عندها 5% تزوج في الميدان عندنا 111 مؤسسه ناشئه 200 كل عام الله يبارك صحيح الصديق وكلها وكلها مؤسسات في ليكو سيستم اللي رانا نخدموا عليه نعم وكلها قد تتحول الى مؤسسات مناوله دكتور هذا هو الهدف هذا هو الهدف نعم الهدف المرجو من رئيس الجمهوريه الى وزير التعليم العالي الى مدير الجامعه نحن كمجموعه كاساتذه كطلبه هذا هو اللي رانا نصبوا عليه انه غدوه نخدموا على 100 نخرجوا في 10 في 9 في 11 صحيح. اللهم سهل عليهم اللهم امين. استاذ هناك ايضا تجربه نوعيه جدا في علاقه الجامعه بالمحيط الاقتصادي حتى نكون واضحين اكثر علاقه شركه سوناتراك هذا العملاق الضخم جدا والعملاق العالمي مع كليه المحروقات والكيمياء وهي الكليه التابعه لجامعه محمد بومرداس نعم الا يمكن توسيع هذه التجربه لتشمل اختصاصات علميه اخرى ومؤسسات اقتصاديه اخرى دكتور؟ نعم نعم قلت لك العمل اللي رانا نقوموا به اون سي فوكاليزي لترافاي ان شاء الله في لو بروشان مع الجماعه تاع لو اف اس سي احنا نسموها اف اس سي فاكولتي دي زيرو كابير دونك الهدف هذا هو اولا راح نقعدوا على الطابله وراح نشوفوا الامور
وعندنا عمل رانا مدومين مع كحاضنة، نهضر كحاضنة، عندنا عمل اللي قمنا به مع جماعة تاع عباك في سوناطراك، وحنا عندنا في بومرداس لو سي ار دي لو سونتر دو ريشيرش ديفلوبمون، عندهم لجنة علمية وعندهم مشاورة بيمشوا معنا اون باراليل كجامعة، دونك عندنا عدة أعمال معهم، عندنا خدمنا معهم ومام طلبة هذا صاحب المشاريع دي فوا من أمور تقنية. لا ولكن أقصد هذه التجربة في علاقة كلية المحروقات بجامعة سوراتراك هي تجربة مثالية في الحقيقة، ولكن فيه كلية تقنية أخرى، ألا يمكن أن تربطوا أيضا هذه الكليات بشركات أخرى دكتور؟ شركات اقتصادية أخرى في اختصاصات أخرى. نعم بيسير، احنا هذا هو الهدف، قلت لك احنا هاد الناس تاع زيدرو كاربير راح استدغ رانا جبدناهم يخدموا معنا باسكو لبك اوني طونطران باش نبنوا حتى تستفيدوا من الخبرة باسكو عندهم باع كبير. أكيد. من بكري احنا بكري نقولوا لي انا في بومرداس من 73 لهم باع كبير في هذا النطاق. نعم. الا انه دوك جام طريق مقننه، طريق هكذايا، احنا هذا العام الهدف تاعنا هذا العام نخدموا 10 بزاف معنا ديجا، نخدموا مع 10 الى لحقنا النتيجه هذه في جويليه ولا في سبتمبر 2024 ونقولوا الحمد لله الهدف هذا رانا لحقناه، خاصه مع تزايد الثقه في قدره الكفاءات الجزائريه. دكتور لاحظ بلي تكلمت على كلمه الثقه. نعم. والثقه هذه اللي رانا نخدموا عليها. نعم. لان بالك هذاك المتعامل الاقتصادي ولو انه خريج جامعه دي فوا يقول لك مازال ما كانش هذيك العلاقه الوطيده. نعم. بصح انا نقول لك دوكا قدرنا نكتبوا، خدمنا عليها هذا العامين الاخيرين وين قدرنا، كاين ناس يثق في العمل تاعنا وراهي تشوف والحمد لله كل حاجه واش راني نهضر راهي فيزيبل وراهي نقدروا. بمعنى دكتور تعترف ان المشكل سابقا كان مشكل ثقه؟ شير هذا ماهوش مع جامعه بومرداس كجامعه كجامعه. لا تحدد بشكل عام. نعم. من الان نقدر نقول لك كاين مواضيع راهم يطرحوهم علينا، راهم يجوا الجامعه ويطرحوا. عندنا مؤخرا محجره وين عندها ان بتي بروبليم في الكونكاساج تاع لي زاغريغا تاعها، عندهم دي زونغروناج وين مشاكل، طرحوا المشكل للجامعه اترافير وحده بحث عندنا. هل وحده بحث بعثت هذا الاخر باغ ايميل لكليه التكنولوجيا وكاين بعض الاساتذه درسوا القضيه وحطوها كوم سيجي تاع الاخر، غدوه تجي عندنا الحاضنه ونتبنوها ونمشوا. دونك تقدر تقول كاين كيف يقولوا احنا دي زيكونوم يتحطوا او نيفو دي يونيفرسيتي بومرداس، غدوه نروحوا يجوا ناس مورانا يا با بروبليم، كلش راهو موجود، كاين هذيك العلاقه، كاين هذيك لا سيمبيوز راهي محطوطه سور بلاص، وهذا هو الهدف اللي رانا نخدموا عليه في حاضنه جامعه محمد بوكرا بومرداس. طيب الان هناك جزئيه اخرى هامه جدا وهي التي تشكل بالنهايه ايضا اليه من اليات ربما او تجلي من تجليات الثقه التي تحدثنا عليها، هو اقتراب المؤسسه الاقتصاديه من الجامعة وعرضها لمشاكل وانتظار حلول علمية وتقنية تقدمها الجامعة. هل هناك نماذج لهكذا علاقة؟ شوف باش نكون صريح معك. نعم. نماذج كاينة عن طريق سكون أبل حنايا دي فوند دي زونتربريز دي غروند زونتربريز يخدموا مع الطبقة. شكون الطبقة؟ باسكو تعرف الجامعة كاين لا غراديواسيون كاين لا بوست غراديواسيون سكون أبل لا ريشيرش. نعم. الناس اللي يدير البحوث العلمية في إطار دكتوراه وكذا، وكاين مخابر تقنيه خاصه في الاغرو اليمونتير وين يديروا دي سكون ابل دي بريستاسيون خدمات. دونك هذيك العلاقه انه الثقه كاينه على مستوى. أكيد. مازال حنا حبيناها تهبط اترافير لي 1275 هذا، هنا استدير نهبطوا ان بالي وين يجوا هذوك المشاكل تاع الشركات اللي راهي يعني عطيت لك مثال. نعم. هم اتصلوا بوحده وحده البحث، عندنا وحده بحث بجامعه بومرداس وين هذيك الوحده على ديسباتشي هذاك لو بروبليم اترافير لي فاكولتي كونسيرني الكليات المعنيه ورانا نمشيو. دونك حبيت نقول لك باللي العلاقه كانت موجوده بصح ماهيش باينه، مي كانت كيسيون دو بريستاسيون، يجي يحوس يعطي له هديه اناليز عليها يخدموا العمل ويخلصوا المقابل وتمشي. احنا حبينا نهبطوا لتحت في لاغراديواسيون وين يكون العمل هدايا دائم. نعم. وبالتاكيد ما تم استحداثه من مكاتب استشارات وتكويسه يشكل الجسر الحقيقي بين الجامعه ومحيطها الاقتصادي. نعم. رانا احنا في بدايه عمل في هذا الاطار انه راح تكون هناك فيليال، عندنا فيليال كجامعه وواحده راح نديروها في الحاضنه ان شاء الله باذن الله تعالى. دكتور عبد الحكيم
الجزاوي أو عضو ممثل حاضنة الأعمال جامعة بومرداس، شكرا جزيلا لك على كل الإحاطة والإفادة وإثراء النقاش، واللقاء بك يتجدد قابل الأيام بحول الله تعالى. مشاهدينا الكرام، فاصل بعده نواصل. إلى مواكبة الحدث الرياضي الإفريقي، نهائية كأس إمام إفريقيا بكوت ديفوار، ومع زميل وليد غريبية. شكرا فتحي، مساء الأنوار مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى أخبارنا الرياضية لهذه الظهيرة، والمستهل بآخر مستجدات الطبعة 34 لنهائيات كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار، لكن بعد هذا الفاصل. والبداية بالمنتخب الوطني لكرة القدم الذي واصل تحضيراته تحسبا للمواجهة المرتقبة أمام نظيره البوركينابي، حيث أجرت التشكيلة الوطنية حصة تدريبية اليوم بحضور كامل التعداد، حصة حرص من خلالها الطاقم الفني بقيادة جمال بالماضي على معاينة كل لاعب والوقوف على مدى جاهزية العناصر بهدف اختيار التشكيلة المناسبة لمواجهة الخيول البوركينابية بعد غد السبت بملعب السلام ببواكي بداية من الساعة 3 مساء. من جهته منافس الحضور في الجولة الثانية من الكان منتخب بوركينا فاسو يواصل هو الآخر تحضيراته، حيث أجرت التشكيلة البوركينابية حصة تدريبية تحت إشراف المدرب إيبر فيلود وسط معنويات عالية بعد الفوز في المباراة الأولى أمام المنتخب الموريتاني بهدف دون رد واعتلائه صدارة ترتيب المجموعة مؤقتا. بصراحة وككل لاعبي الكرة دائما تحلم بلعب مباريات كبيرة أمام منافسين من العيار الثقيل، وهذا شيء يحفز أيضا، لهذا تقوم بهذا العمل لأنك دائما تريد الوصول إلى القمة، ومواجهة الجزائر اليوم هي حافز إضافي. الفارق سيصنعه من يملك الإرادة الأكبر، الإرادة الأكبر للركض والقتال فوق أرضية الميدان. هذا ويعقد مدربا المنتخبين الجزائري جمال بالماضي والبوركينابي إيبر فيلود ندوة صحفية غدا على الساعة 11 صباحا بقاعة المؤتمرات لملعب السلام قبل 24 ساعة عن موعد المباراة مثل ما تنص عليه قوانين المنافسة. مباراة الجزائر بوركينا فاسو واحدة من المباريات القوية في الجولة الثانية التي نالت اهتماما إعلاميا كبيرا. التلفزيون الجزائري رصد انطباعات الصحافة البوركينابية بخصوص هذه المواجهة. أو إلى ذلك أو دون ذلك، منافس المنتخب الوطني الجزائري في الجولة الثالثة المنتخب الموريتاني يواصل تحضيراته تحسبا للمواجهة التي تنتظره مساء السبت أمام نظيره الأنغولي، حيث أجرت التشكيلة الموريتانية بقيادة المدرب أمير عبدو حصة تدريبية استعدادا للمواجهة المنتظرة التي سيكون الخطأ ممنوعا على المرابطين للإبقاء على حظوظهم في المنافسة بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام بوركينا فاسو في اللحظات الأخيرة.
شاء الله ما عندهم اي مشكله. لاعبين طبعا يا امس كانوا متاثرين برشا، خسرنا الوقت التالي يا غير ما خسر شيء من مزال مباراتين، قد نجبروا فيهم النتيجه قد نشتغلوا فيهم نقلبوا ان شاء الله دارك اوبجيكتيف المباراه القادمه ان شاء الله وكونتر انغولا، ولاعبين كما تشوف ما شاء الله معنويات مرتفعه. طبعا اثرت نفسيا في ذاك الوقت في الملعب يا غير بعد ما خذنا الملعب اجي فوتبول، دونك عرفنا نحن كنا عطنا ميريتو ان فيكتوار باسكو راتينا 5 اوكازيون، ودونك ودارك ما عندنا كون نركبوا روسنا الفوق باسكو الفوتبول لو جروب اي لي كومبليكي اوجوردي notamment avec le résultat d'hier et le premier match c'est entre l'Algérie et l'Angola. On ne peut pas savoir qui va passer, voilà. Maintenant, on va prendre match après match. On va essayer de gagner l'Angola parce qu'on ne va pas se cacher qu'il faut des points pour exister dans cette compétition. Et après, on verra le reste. Ah, il y a des bons matchs aujourd'hui. Il y a une chose qu'on peut dire par rapport aux années précédentes, les éditions précédentes. Il n'y a pas de favoris. Chaque match, c'est dur. Après, la chaleur, elle est pour les deux équipes. Mais en tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas de petites nations. On voit que l'écart se resserre entre les grandes et les petites nations. Donc voilà. وكما أسلفنا إذن مباراة الجزائر بوركينا فاسو تعد واحدة من المباريات القوية في الجولة الثانية والتي تستقطب اهتماما إعلاميا كبيرا، وفيما يلي نستمع لتصريحات الصحافة البوركينابية التي رصدها لنا ميكروفون التلفزيون الجزائري. غير مرشحة، لكن على الأرض والملعب المباراة ستكون صعبة. C'est là où les matchs se disputent. Mais il faut dire que les deux équipes se connaissent très bien. L'Algérie et le Burkina se sont remportés et se sont rencontrés. بالنظر إلى معرفة كل منتخب بالآخر وبالنسبة لمباراة السبت فإن الضغط سيكون على الجزائر لأن بوركينا فاسو في المركز الأول بثلاث نقاط. الجزائر لم تقل الكلمة الأخيرة بعد. بالنظر إلى الطقس والحرارة والرطوبة بعد التأقلم سيعود المنتخب الجزائري بقوة، ولم يحن الوقت بعد لإخراج الجزائر من التأهل والسباق. Clairement, clairement, le Burkina va avec l'avantage de la première victoire, donc c'est 3 points, c'est pas rien. ستلعب بوركينا وهي صاحبة الأفضلية من الناحية النفسية، ومنتخب بوركينا فاسو يملك حظوظ التأهل في حالة الفوز. بالمقابل منتخب الجزائر قادر على هزم بوركينا فاسو في معركة كبيرة. d'accrocher en fait بوركينا فاسو qui va devoir batailler dur simplement parce que ce genre de compétition. على هذا المستوى المباراة تكسب ولا تلعب. نتيجة المباراة الأولى معطلة بعض الشيء، لكن الجزائر تملك عناصر ممتازة قادرة على تحقيق النتيجة المطلوبة. نقول أيضا أن بداية هذه البطولة فيها مفاجآت، والحذر مطلوب من المنتخبين. attention parce que là on a deux équipes qui ont des objectifs différents. هذا واستكملت الجولة الأولى من دوري المجموعات مساء أمس عندما تعادل المنتخب الزومبي مع نظيره الكونغولي بهدف لمثله في المباراة التي احتضنها ملعب لوران بوكو بمدينة سان بيدرو لحساب المجموعة السادسة، وافتتح المنتخب الزومبي مجال التهديف بواسطة كينكس كانغوا في الدقيقة 23، فيما عدل النتيجة لمنتخب الكونغو الديمقراطية يوان ويسا في الدقيقة 27 من عمر المباراة. هذا واستهلت اليوم الجولة الثانية من دوري المجموعات، حيث تلعب في هذه الأثناء مباراة منتخبي غينيا الاستوائية أمام غينيا بيساو بملعب حسن وترى بأبيجان، وتشير النتيجة إلى تقدم منتخب غينيا الاستوائية بأربعة أهداف مقابل هدف واحد قبل 10 دقائق عن نهاية المباراة. وبنفس الملعب الحسن وترى يواجه المنتخب الإيفواري البلد المنظم نظيره النيجيري بداية من الساعة 6، وهي المباراة التي يمكن للجمهور الرياضي متابعتها مباشرة على القناة الأولى للتلفزيون الجزائري. وبأبيجان دائما وبملعب فيليكس هوفوي يواجه المنتخب المصري نظيره الغاني بداية من الساعة 9 مساء على ملعب أو لحساب المجموعة الثانية. نبقى دائما مع أجواء الكان وبعيدا عن المنافسة، تعرف صناعة أعلام المنتخبات صناعة أعلام المنتخبات المشاركة في الكان ازدهارا في الأيام الأولى من البطولة على غرار المنتخب الجزائري. المزيد مع محمد جمال.
هنا في هذا المصنع الصغير بوسط مدينة بواكي تخاط الأعلام الوطنية للمنتخبات المشاركة في كان كوت ديفوار. الأخوان عيسى وأحمد يتكفلان بالخياطة حسب الطلب والمراحل. منذ بداية الكان عملنا الكثير من الطلبات، وخاصة قبل مباراة الجزائر أنغولا، فقد تراوح عدد الرايات المطلوبة الجزائرية من 80 إلى 100 راية. عملية خياطة العلم الوطني في هذه الورشة حاضرة وبقوة، ذلك حسب الطلبات الجمهور بصفة عامة وأنصار المنتخب الجزائري بصفة خاصة. أستطيع القول أن بعد علم كوت ديفوار وبوركينا فاسو، فإن علم الجزائر يحتل المركز الثالث من حيث الطلبات، وقد وفرنا حوالي 100 راية جزائرية. الألوان الوطنية حاضرة في بواكي خياطة وطلبا، لتحمل على الأكتاف في شوارع المدينة وفوق مدرجات ملعب السلام. ومن كأس أمم إفريقيا لكرة القدم بكوت ديفوار إلى بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد بمصر، حيث يواجه المنتخب الوطني الجزائري نظيره الليبي غدا بداية من الساعة 5 مساء لحساب الجولة الثانية عن المجموعة الثالثة. مباراة تعد فرصة لأشبال المدرب الوطني فاروق دهيلي لحسم التأهل قبل مواجهة المنتخب المغربي يوم الأحد المقبل لحساب الجولة الثالثة والأخيرة. حظ أوفر إذن المنتخب الوطني. وبهذا الخبر مشاهدينا نطوي أوراقنا الرياضية لهذه الظهيرة، شكرا لكم على كرم المتابعة وعودة إلى فتحي. شكرا جزيلا لك وليد. مشاهدينا الكرام، إلى هذا الحد ينتهي لقائي بكم، اللقاء يتجدد قابل الأيام بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.